مساكم سعيد، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم نقاش في الرياضة على أثير راديو بلس. إذن أجدد الترحاب بكافة المستمعين الكرام في هذا اللقاء. اليوم عندنا مباراة ديال المغرب، مباراة مهمة. غتكون هي واحد المدخل لواحد القضية اللي خصنا نعولوا عليها، حيت بزاف ديال الناس يقول لك بأنه خصنا نعطيو الاهتمام الاهتمام. كونوا على يقين بأنه جميع الأنواع الرياضية اللي تألقت باستثناء كرة القدم، جميع أنواع الرياضية اللي تألقت ب خلينا نقول ما كانش عليها ذاك الدعم ولا ذاك الاهتمام الكبير. أي أنه في البداية تيكون هناك المجهودات الفردية وذاك الناس العصاميين اللي تيبذلوا بعض المجهودات باش الأنظار تتوجه لهذوك الناس، وهذوك الناس يحققوا ذاك النتائج تياخذوا بعض المكافئات، ولكن هذيك المكافئات ماشي بالشكل الكبير، غير حيت هذيك الانواع الرياضيه اللي تالقات وخذوا فيها هذاك المكافئات تيحسوا براسهم بانه كاين الاهتمام. علاش؟ حيت انه حتى ذاك المكافئات عمر كانت، حيت ما كانوش النتائج. اذا لما تيكونوا النتائج تيبداو المكافئات، شكون اللي تيستافد؟ تيستافد هو ذاك اللي تيجي في المراحل الاخيره، بحال دابا لما تنذكروا على حتى على كره القدم، كره القدم ياك ذكرنا على على على, على ناخذوا الفريق الوطني ديال 86 اللي تاهل الدور الثاني في كاس العالم، والمغرب كان هو اول بلد مشى في افريقيا مشى لكاس العالم 1970. كان حدث تاريخي، حدث تاريخي، ولعبنا مع المانيا وخسرنا بصعوبه، خسرنا مع البيرو وتعادلنا مع بلغاريا. داكشي اللي خداو هذوك اللعابه في ذاك الوقت يمكن تيحسوا بانهم خداو شي حاجه مزيانه. علاش؟ لان لاول مره غيكونوا خداو شي حاجه على قلتها، واللي غتكون تتختلف على داك لي بريم اللي كانوا في ذاك اللحظه، وغنقولوا بانهم وبدا الاهتمام. الفريق الوطني ديال 86 مشى لكاس العالم ومشى تاهل الدور الثاني والاول ديال المجموعه، حدث اللي صعيب يتحقق. صحيح انه جات فرق افريقيه اللي مشات لأبعد من اللي مشاو للمغرب، ولكن كيف ما كان الحال مشينا لتمو النهايه. ذاك المكافئات اللي خداو في هذا الوقت هذا تحسبها بان لا شيء، ولكن في ذاك الوقت كانت بالنسبه لهم راه مقبوله اي انه ما عمرنا سبقنا الامكانيات. هذا هو الطبع ديالنا، يمكن تهيئ بعض الظروف ديال التدريب وشي حاجه بحال هذا الشكل هكا، بحال المكسيك مشاو تدربوا واحد الشهر هما في المكسيك، وشي حاجه ديال الامكانيات البسيطه باش حقوا النتائج. هذا القول تنطبق على كرة القدم داخل القاعة. جوج ديال الدورات اللي شاركنا فيهم ما كانش فيهم نتائج، بقات الأمور عادية. الآن على مستوى الجامعات دار واحد الاهتمام، هذا الفريق خصنا نكونوه، تكون هذا الفريق هذا وتهيئ وتعطاتو الإمكانيات، ماشي الإمكانيات ديال اللي غنقولوا بأنها يعني راه كبيرة، ولكن كيف ما كان الحال أفضل من الشيء اللي كان عليه. الآن المنتخب وصل لتم النهاية. نطلبوا على الله اليوم انه يربح فينيزويلا مع 6 ديال العشيه ويتاهل ربع النهايه ويمشي بعيد. حنا ما كانوش يمشي بعيد، اللعبه غير تيقوا في راسه يمشي بعيد. المكافئات اللي غادي ياخذوا هي اللي غتخلي بانه راه كاين واحد الاهتمام بهذا النوع الرياضي اللي هو كره القدم داخل القاعه. ويمكن دابا 20 سنه من بعد ما هذا النوع الرياضي تطور ونوليو تنمشيو لكاس العالم حتى حنايا دائما باستمرار، يمكن شي نوصلوا لربع النهايه ولا اكثر، غادي نلقاو بان المكافئات غتكون ضربات في 10. بمعنى انه اللي تيضحي هو ذاك اللي تيدير الخطوه الاولانيه. بحال الا سولتي مثلا ماشي فقط غير على 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 المكافئات ديال واحد البلد، حتى القيمه ديال التظاهرات. يعني الا سولتي مثلا عويطه ونوال في 84 بعد ما جاوا ميداليه ذهبيه، الميداليه الذهبيه الشيء اللي خداو عليها في ذاك الوقت ما عندوش علاقه بالشيء اللي كاين دابا الان. دابا داك الشيء الارقام كبيره. علاش؟ لانه الامور تطورت، اي انه دائما الاول تيكون دائما تيدير شي حوايج يعني 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 تيكون المجهود تيكون يعني بالدرجه الاولى مجهود فردي. ناخذوا قطاع رياضي اخر، ناخذوا مثلا شي نوع رياضي غادي يشارك شي نوع رياضي، ما نقولش واحد النوع، ولكن نقول شي حاجه.
مشى يشارك هاد الدور الرياضي ولكني ما معولينش عليه، ما منتظرينش بانه غادي يدير شي ما يدير شي لقب. لي فريد شارك وجاب شي لقب، لقب عالمي. غتحرك جاب لقب عالمي، غنديروا واحد المكافاه. هذيك المكافاه وهذاك اللقب العالمي غيحرك، غادي يحرك ناس في واحد النوع، ذاك النوع الرياضي غيحركهم للممارسه. علاش؟ لانه الناس يتبعوا الانواع الرياضيه اللي ناجحه، خصوصا لما يشوفوا بانه خدا مكافاه. هذيك المكافاه اللي خدا بالنسبه له شي حاجه كبيره. علاش؟ لانه ما كانوش المكافاه اصلا في هذا النوع الرياضي، انما الا استمر النتائج من بعد واحد 15 ولا 20 سنه غتلقى بانه هذاك اللي دار الخطوه الاولانيه خدا اقل من، يعني هذاك اللي جا بعد منه ب 20 سنه اقل منه ب 20 مره ولا 30 مره. اذا تنقول انا كره القدم داخل القاعه الان داروا الخطوه الاولانيه، هي هذه تاهل ربع النهايه، طلبوا الله يمشيوا لربع النهايه، واكيد بانه المستقبل غيكون افضل، لانه الشيء اللي يمكن ياخذوا الان غادي ياخذوه وغادي يعتبروه بانه ما عمره تحقق. ويمكن يجي واحد النهار الا خذوه مثلا 30 مليون ولا 40 مليون، يجي واحد الوقت اللي الفريق يمشي لربع النهايه ياخذوا 200 مليون وغيبقاو يتحدثوا يقول لك حنا راه في 2021 يلاه خدينا 30 مليون. ولهذا تنقول دائما انه صعيب نذكروا واش نقول له المكافآت كبيره هي الاولانيه ولا، ولا بد تكون الاهتمام وخص المبادره، خص الناس الشغل، خص هذا الشيء. هذا هو المنطق باش خدامه، يعني الكره ما كاين، الكره او الرياضه ما خداماش بالمنطق ديال الحوافز هما الاولانيين. الكره خدام بالمنطق ديال انك تثبت ذاتيالك ومن بعد غيجيو الحوافز. هذا بالنسبه للفريق الوطني المغربي، نتمنى التوفيق مع فنزويلا. ما تنعرفوا غير الترتيب وما مثل هذه المقابلات اي واحد تاهل للتمون غتعرفوا بانه فريق مزيان، النتائج تتبين بانه فريق مزيان، التعادل مع كازاخستان تيبين بانه فريق مزيان، وغتبقى كره امريكا لاتينيه عندهم المواهب. نطلبوا الله انه الفريق الوطني المغربي يكون في احسن الاحوال ديالو، يلعبوا بدون ضغط، بدون يعني انا متيقن بانهم عندهم رغبه، ولكن ماشي لدرجه انه حتى الانسان يخاف من المقابله. خلي المقابله تستمتع، دير اللي عليك، وطبعا كمل على الله. اذا نتمنى التوفيق للفريق الوطني المغربي. اليوم عندنا ايضا مقابله مع تسعود ونص، وهذه الكلمه ديال تسعود ونص معنا غير سمحوا لي حيت انا باقي ما عرفتش واش كاين شي حاجه اللي غتفرض، واش وسائل ديال النقل او شي حاجه. مقابله بوحدها كاينه غتبقى حتى لتسعود ونص ديال الليل، ودابا تنعرفوا بان يعني كما تنقولوا الظلام راه في 7 ونص تحت الظلام. علاش غنبقاو حتى لتسعود ونص ديال الليل؟ من تساؤل، يمكن نكون غلط، يمكن شي واحد يفهمني يقول لا لا راه تسعود ونص توقيت جيد، 9 ونص بس هي المقابله مع 11 ونص ديال الليل، ما فيه حيت ما كاين حتى شي مقابله، ممكن تلعب مع 8 الى عطنا كاع، علاش ما تلعبش مع 8 ولا مع 7؟ ما عدا كاين شي التزامات اخرى شي بالنسبه للقناه النقيله او شي حاجه، لا اعتقد ما يساليو البطوله ديال المباريات ديال بزاف ديال المباريات غادي يساليو، نلعبوا حنا في 9 ونص ما عرف. على كل حال انا كنت نفضل انا تلعب مقابله مع 7 ونص ولا مع 8، 8 حتى 9 ونص يبان لك شوي بعيده. هذا غير هذه بين قوسين. المقابله ديال الجيش الملكي عندها اهميتها للفرق بجوج، خصوصا بالنسبه للجيش الملكي، لانه الفريق اللي انهزم داخل الميدان ديالو بحصه كبيره مفروض فيه انه يعوض خارج الميدان. وجده المباراه الاولى تعادلوا في خريبكه، اول مقابله بمدينه وجده. عاده مباراة ديال الجيش الملكي مع وجدة تيكونوا مقابلات حماسية، فيهم الندية، فيها بزاف ديال الأمور. غير إلا غنشوفوا الصحابي لعب جوج ديال المباريات، خسر جوج ديال المباريات، تمت الإقالة ديالو. المدرب ديال المغرب تطواني لعب جوج ديال المباريات، خسر جوج ديال المباريات، الإقالة ديالو. واش هذا يعني بانه اي فريق تيخسر جوج ديال المقابلات المتتاليه تنديروا الاقاله ديالو؟ يعني واش يمكن نطبقوا هذا الشيء هذا على المدرب ديال الجيش الملكي لانه خسر المباراه الاولى غادي يولي؟ لا اعتقد. هذا يعني تنديروا الربط ما بين المقابله وبين هاد يعني الاقالات ديال المدربين. لا اعتقد بانه ندير اقاله ديال المدرب بعد جوج ديال المباريات. ليش دفاع عن الصحابي ولا داك الفرنسي ما عرفتش انا الاسم ديالو اللي تيلعب تيدرب تطوان؟ جوج ديال المقابلات يلاه بدايه الموسم،
بدايه الموسم لا تعني بانه المدير لهذه الدرجه فاشل. الصحابي هو اللي خلى الفريق ديال 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 واتزم في في في, في, في القسم الاول. يعني الموسم الماضي كان فريق مزيان وكان مدير مزيان، دابا جوج ديال المقابلات. والاكثر من هذا خسر مع اكادير وخسر مع الوداد. يعني الهزيمه مع الوداد ما تحسبهاش، وحتى اكادير ما تحسبهاش انها خارج الميدان. لو انه لعب مع الفرق اللي في المستوى ديالو خسر ثلاثه ولا اربعه ديال المباريات ممكن تقبل. تخسرتي مع الوداد راه كلشي تخسر مع الوداد. علاش الفرق الكبيره لما تتخسر معاهم وتقيل المدرب بحال يعني ما عرف ماشي نقول لك ما قبلتيش الهزيمه مع الوداد. الهزيمه مع الوداد وارده. انا اش قال المدرب ديال طنجه؟ قال انا دربت لعبت مع فريق مع الوداد، فريق عنده امكانيات اكثر مني وانتصر عليا وكانوا مزيانين. بالنسبه يعني نربطوا جوج ديال الهزائم وفيهم جوج ديال الفرق كبار ليا اكادير وليا انا صراحه بات لي ما غير مقبوله. على كل حال هما اللي عارفين انها تندير يعني القراءه في القرارات اللي تتخذ. قبل ان نقدم الفاصل نذكر الارقام الهاتفيه للتواصل مع البرنامج. الارقام ديالي كالتالي 05 20 66 66 05 20 66 67 65 20 66 67 05 20 66 67 05 20 66 67 68 او عن طريق الواتساب الرقم الهاتفي 06 62 62 42 او 06 62 62 42. فاصل ثم اعود بالمستمع الكريم. اجدد الترحاب بكافه المستمعين الكرام على اثير راديو بلوس. انتم دائما مع برنامج النقاش في الرياضه. قبل ما نمشي عند سي جمال والسي يوسف، يعني لما تحدثت على التوقيت ديال المباراه ديال الجيش الملكي يمكن هضرت من وجهه نظري انا ووجهه نظر ديال مجموعه من الناس، ولكن يعني هذا راه ماشي بمعنى انه هذا هو الكلام الصحيح. يعني زميل ان علي فوكس يقول لك لا انا الوقت 9:30 الناس باني مزيان لانه الناس يكونوا عاد دخلوا ديورهم. هذا غير باش يبين بانه راه كاين اراء كثيره، ماشي غير معف. انا يمكن هضرت من وجهه نظري يعني انا ماشي يمكن تكون ماشي هي الاغلبيه، ولكن الناس اللي تنعرفهم بزاف تيكونوا 9:30 تيتعطلوا. ولكن احنا لقينا احنا في الاستوديو انا وعلي قال لك لا خصو 9:30 مزيانه الانسان تيكون عاد دخل الدار ويتابع المقابله وتكون نسبه المشاهده عاليه بزاف. يمكن انوار تا هو عجبه 9:30. اذا سمحوا لي انا اللي كنت غلط، ما دا اعتراف انا كنت غلط. الناس باغيين 9:30 وانا بوحدي يمكن حتى نعس بكري خاصهم يلعبوا باش نتفرج انا باش نعس. لا سيدي ما كاين حتى مشكل، يلا ما كاين حتى مشكل. المباراه مع 9:30 تفرجوا فيها وغدا ان شاء الله نتحدثوا عليها. ناخذ معايا السي جمال من الدار البيضاء. سي جمال مساء الخير. الو سي جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحيه لسي ادواح. مرحبا، تيبدل لك التحيه. انا نتفق معك الحاجه، انا راجل كبير. ايوا صافي حنا دابا صافي ما نهضرش عنا حنا دابا خلينا نذكروا مع الشباب. 9:30 توقيت جيد مزيان. صافي. لا. انا اللي بغيت نهضر عليه سي سعيد هو الاقاله ديال الصحفي. ايوا هذوك الناس يفهموا مزيان في الكوره راه قالوا. لا للاسف هذا السيد اللي جا مسكين في الاخير وصل الفريق. شو الجزاء ديالو من جهه. من جهه ثانيه انا بغيت نسولك واش سمعتي التعليق ديال الرئيس؟ الرئيس لا ما سمعتش. لا ابدا ما سمعتش. انا كنشوف رئيس كيدخل في مسائل التقنيه ما فهمتش. ما قال لهم تيلعب 4-4-2 ولا احنا بغينا. قال لي ما قال لي اللعابه هذا اللي ماشي البوست ديالو دخلوا البوست ديالو. ايوا صافي. هذا الرئيس ولا مدير تقني؟ اذا دابا سميتو زيد حتى هو كان خاص يجريو عليه من الريال. اييه حول هذا هنا هذا هو اللي كيحس في النفس الحي. ايوا انت رجل مسير، انت رجل اداري، انت رجل فلوس، خلي المدير التقني ولا سميتو يبرك مع السيد وكيفاش وهذه وهذه. وانت وليتي كتدخل في المسائل، وملي كتدخل المسائل التقنيه ليه جاي مدرب انت كاع؟ درب انت، انا بغيتك تصنط تسمع هذاك الشيء اللي قال. انا تيقتك، انا عرفتك بانك سمعتي، راه عطيتي لي ملخص. بغيتك تسمعوا السي سعيد، هذه من جهه، من جهه انا بغيت نعرف الا عندك شي معلومه على الميزانيه اللي كتعطي المنح اللي كتعطي الجامعه للفرق ديال الفوتسال. اها واش عندك شي؟ لا ما عنديش ارقام.
احمد كي سمعت الارقام اللي سمعت راه كتخلع. داكشي خليل ما شوف انا تظهر لي المقدمه اللي قلت راها واضحه. آه. راه ماشي غير الفوتسال، اي حاجه الا بغات تنطلق خصها تعتري على دراعها فهمتيني، وتخدم وعاد تقلب، وداك الشيء اللي غتاخذ غيستافدوا منه وحدين اخرين، هما اللي غيستافدوا. اه يلا سي سي القسم الوطني الاول قال لك 28 مليون. ايوا راه مزيان. الثاني 14 مليون. ايوا شوف راه 28 مليون بالنسبه لهم في هذا الوقت اللي ما كان عندهم حتى ريال راها فلوس. لا بلا حتى حاجه. واش دابا هذاك اي تمنى اللي باغي يجي لك ريكاردينيو ديال البرتغال. واش عطيت 120 مليون غيمشي يشيب بها سميتو. وعلى كل حاجه جمال. انت بغيتي تطول. لا هذه على الجهه. يا لا بصراحه كاين مكالمه ما فيها ما نرجع نلقاهم الناس مشاو. لا والله يديهم على خير. لا ولا ولا حنا بغينا نستافدوا من كل شيء. لا وحنا بغينا حتى الناس يمشوا على خير مساكن. يلا. مش ماشي على خير. يا لا سي جمال. وبغيت تعرف بان الاماكن المناسبه خص الناس ديالها. احنا دابا ناخذوها مثال كره الطائره النسويه. اه. ياك. اييه. 2021 وصلنا للبوديوم. يعني شكون المسؤول على كرة الطائرة دابا؟ حجيج رئيس لاعبة سابقة ديال الفريق. الله يعاونك. يلا شكرا لك سي جمال. شكرا لك سي جمال. ما تيجمعوا ما بين الثقافة وما بين المعرفة وما بين الرياضة مزيان ما كاين حتى مشكل. سي يوسف من الدار البيضاء. سي يوسف مساء الخير. مولاي سعيد مساء الخير. مرحبا سيدي. مرحبا بك جنة حبيبي. المهم غادي نتكلم في عجاله على المنتخب الوطني داخل القاعه. يعني تجربه اللي خصنا نستافدوا منها بزاف، يعني ماشي بصراحه خصنا نشوفوا مثلا شنو هو السر وراء النجاح ديال هاد الوليدات هادو. والمدرب صدقي اونترينور ديال الفوتسال، يعني راه لونترينور كنظن مولاي سعيد ديال الفوتسال راه هو نفس الدبلوم ديال لونترينور ديال هذا ديال الفوت. يعني التجربه اللي بالنسبه لنا حنا كنعانيو مولاي سعيد. المنتخب الوطني الكبير يعني كنعانيو سنين وحنا كنعانيو، ماشي كيبان لي انايا التجربه ديال الفوتسال تجربه ناجحه 100%. كتشوف الناس كيفاش خدامين مده تقريبا ديال واحد سبعه او اكثر تقريبا، راه شي ثلاثه المشاركات في 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 كاس العالم، يعني يعني ثلاثه المشاركات. أيه. الحمد لله وصلنا لهذا المستوى ديال اننا الحمد لله ولينا معادله صعبه. دابا خاصك تعرف مولاي سعيد راه الناس برا تي المغرب فافوري كونتر فينيزويلا، يعني عاطينو يعني بحكم التعادل ديالو مع بطل اوروبا في هذا والمستوى اللي قدم، يعني المنتخب الوطني المغربي مرشحينو ايوا طلبوا على الله الترشيح. ما يخليش اللعابه انهم ماشي غنقول يتغيروا، ولكن هي لا ما يلعبوا على ما كنظنش انا عارف لا مأطرين مزيان. كنظنش مولاي سعيد علاش؟ حيت تبارك الله وصل عندي راكبوا واحد التجربه اللي تبارك الله وصل عندي شي بطولة افريقيا ولا حتى العرب، يعني احنا ولينا اسياد ديال هذه الكره ديال كره القدم داخل القاعه في افريقيا ولا حتى عربيا الحمد لله، يعني ولينا احنا يعني شي مستوى ديالنا ضد السعوديه ولا ضد هذوك، يعني كاين فرق كبير حتى اننا تجاوزناهم كما كنقولوا بلغه كره القدم زينه ديال البيوت، يعني لا السعوديه ولا مصر ولا هذاك. وبغيت نتكلم على بخصوص ديك النقطه ديال الماتش ديال الليل مولاي سعيد اسمح لي. انا 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 ضد ان الماتش يدار في هذاك الوقت. علاش؟ حيت حنايا كنكونوا يعني بنادم عاوتاني خصني السهر حتى هذا. ايوا شوف هي كلها والظروف ديالو باش كلها وكيفاش كيقرا القراءه ديال الناس ديال البرمجه راه عندهم واحد القراءه يمكن وقيله يعني يشوف فيها الاغلبيه وهذا الشيء اللي كاين. انا كنظن والله اعلم حتى الشغاب يعني الا كان ماتش بالليل بحكم يعني الحجر وهذا يعني الناس ما غاديش يخرجوا بالليل ولا هذا من وراء مقابله. لا حتى يعني حتى الا درت مع الثمانيه مع السبعه ما كانش يخرج مع التسعود الليل باش يدير الشغاب. ايوا وفرصه سعيده مولاي. شكرا لك بارك الله فيك. شكرا لك. ندير واحد الاطلاع على الفيسبوك ونمشي عند مكالمه اخرى. احسن منتخب هو ديال 86 الله يرحم فاريا مدرب قدير. ما كل واحد عنده يعني هذه القضيه احسن منتخب كله على حسب شنو شاف على حسب السن ديالو. السلام عليكم السي محمد. السي سعيد راه القرعه راه الفرقه غدا المربع ان شاء الله، نتمناو على الله انه فريق الوطني داخل الصلاة يمتعون ولكن تنقصهم من النجاعة الهجومية. نطلبوا على النجاعة الهجومية تكون لأنه نهار تايلاند قال لك ضيعنا بزاف ديال الفرص.
شكون السي الزهراوي، شكرا لك على التقدير. اسمح لي انا من الاحسن ما تنبغيش نقرا لك اللي مكتوبه باللاتينيه وبالفرنسيه، وهي بالعربيه ما تيصعب عليا نقراها. سمحوا لي. نمشي عند سي محمد من مدينه خريبكه. سي محمد مساء الخير. مساء الخير سي سعيد زاده. مرحبا سيدي، مرحبا. شكرا راديو بليس، شكرا للاخوان، شكرا لمستقبل المكالمات، شكرا للخفاء، شكرا للناس ديال الحراسه، شكرا للناس ديال النظافه، شكرا لهذه المؤسسه الكبيره ديال راديو بليس. سي سعيد بغيت نعقب على هذه المساله ديال توقيت المقابلات والتوقيت اللي تيكون في التاسعه ونصف ليلا. انا كنظن سي سعيد انا ما متفقش مع التوقيت نهائيا، نظرا لان ساعه اضافيه، كون ان الدخول المدرسي على الابواب، كون ان الموظفين عندهم واحد التوقيت محدد. انا كنظن ان تاخيرها الى تقديمها على الساعه السابعه ولا الثامنه افضل بكثير، لان كنشوف ان حتى الغار للاسف والتحكيم كتخلي المقابلات انها تكون فيها 90 دقيقه تضاف، عفوا سي سعيد، تضاف ربما 15 دقيقه، كنوليو ان المقابله كتسالي في منتصف الليل، وهذا مساله غريبه جدا. ما فهمتش انا هاد الناس ديال البرنامج واش ما كاينش واش استقراء الراي سي سعيد؟ نديرو استقراء الراي، ندخلوا معنا الجماهير، ندخلوا معنا الراي العام. سي محمد ادير هذا الموضوع اللي غنديروا منه ضجه. انا راه غير واحد الاشاره بسيطه، ماشي هو الموضوع ديالنا. الله يجزيك سي محمد، علاش غتشدوا في شي حاجه قلتها غير بسيطه وقلت ديما كاين حتى مشكل، تسعدوا التوقيت ناجح وغنرجعوا عاوتاني غنكبروه. ما بغيناش نكبروا سي محمد، الله يجزيك بخير. ملاحظه بسيطه وجدا، ماشي غنردوها. واللي غيعيط غيهضر على 9:30 ولا ودي يقول له سعيد صدق تهضرنا على 9:30 ولا شي ماشي معقول. لا سيدي حنا غير قلنا واش ممكن، ولكن الا كانت الاغلبيه باغا 9:30، الا الاغلبيه باغا 9:30 اللي ما قبلش يمشي ينعس. على كل حال المهم بالنسبه للنقطه الثانيه سي سعيد، بالنسبه للاقالات ديال الواتزم، انا كنظن ان سي سعيد وبكل صراحه وبالعقل وباي شيء يجب اقاله الرئيس الفريق والاختي تقال سي سعيد المدرب، لان المدرب سي سعيد هو جعل الفريق من اجل تقديم الاضافه. الرئيس اما ببيع وشراء مجموعه من اللاعبين ربما نصفهم فاشلين لا يجيدون رياضه كره القدم، ويتحمل المدرب المسؤوليه وكان المدرب هو الشماعه التي تعلق عليها الهزائم. وسي صاحبي راه قال لك انا جيت انا باش نقدم الاضافه، ولكن الظروف ديال اللي ماشي هذيك. وكنتمنى من الرئيس يقدم الاستقاله ديالو ويكون شجاع ويعتذر لمدينه وازو. شكرا لك سي محمد. في الفيسبوك سي عبدو الياس الرامي تيقول التوقيت مناسب. ايوا حنا ماشي غنديروا واحد السونداج، ولكن حنا غير درت انا يمكن هدرت من يعني لما قلت 9:30 يمكن هدرت يعني من المنطلق ديالي انا، ولكن انا ماشي هو المعيار باش انه غنرد 9:30. يعني الاغلبيه تيشوفوا 9:30 فما نتفرجوا 9:30 ما كاين حتى مشكل. سي عبد الكريم من الدار البيضاء. سي عبد الكريم فين اخويا سي سعيد؟ مرحبا بخير. الله يبارك فيك مولاي. الله يسترك من شر. الله يعطيك الصبر. الله يعطيك مولاي. والله العظيم لك لا كاين مشكل، حنا خوت الحمد لله. سي سعيد بغيت نطلبك واحد الطليبه على واحد القضيه كانت وقعت للسي احمد فراس مع السي عبد العالي الناصري، وانت راك كدير الخير. راه كتحيي الحسنات. وشنو على المشكل اللي كاين؟ هاد السيد اسيدي كان علي الناصري لا باقي حي ولا مات الله يرضى عليه. لا باقي في الحياه الله يطول عمره. باقي انا نجاوب فيك الا مات صالح حمراء باقي تابع السي احمد فراس. الله ودي على شكون اللي قال لك؟ اي والله انت متبوع الا انا تفرجت في الماتش اسيدي السي سعيد. ايوا راه كاع تفرجت في المباراه. لا وما اللي كنعاود لك راه تفرجت في الماتش والعرق ديالو المغرب الفاسي مع وكان طرد وعطاه حمراء ظلما وعدوان. واش حنا دابا غنجبدوا المواد ديال اللي عندها اكثر من 45 عام؟ 45 عام والله العظيم الا العرق ديالو الا جبتوها ولاعوا عليه وانا في الملعب هذيك النهار. ايوا على كل حال. حق لا اله الا الله ودي السي سعيد. على كل حال. هذا مكان والله يسلمك. يلا سي عبد الكريم بارك الله فيك بارك الله فيك. بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك. الله يعاونك. هذه مناسبه نحييو السي حمد فراس الرجل الطيب. يعني واحد من الوحيد اللي حامل ذاك الكاس ديال افريقيا لحد الساعه بالمغرب. الله يجيب شي عميد اللي يولي هو رقم ثاني. وتحيه ايضا لسي عبد العالي الناصري واحد من الحكام الكبار اللي عرفتهم كره القدم المغربيه. نذكر بالارقام الهاتفيه للتواصل مع البرنامج قبل ما ناخذ المكالمات. الارقام ديالنا هي
025-666-067-065-26-067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 -066-066-067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 
التوقيت مناسب هذه تحدثنا عليها مع كامل الاسف ما تنبغي شي ما نقرا شي بعض باش ما يتسمى تندير واحد النوع من الانتقائيه. سي اللي معطي الاسم ديالو نينو تيقول كاتب بالفرنسي ولكن هي عربيه سمح لي واريد واريد نعم ولكن ليس عاديه اسيس ما فهمتهاش ما وكاتب في الاخر داك الله يهديك الله يهدينا ما كاين حتى مشكل هذه دعوه انت تتمنى اي انسان ان كل شيء تيبغي الهدايه انا ماشي من داك النوع تيقول الله يهديك تقول الله يهديك هو انت لا الله يهدينا انا حنا كل شيء باغي الهدايه والهدايه تتكون من الله لانه تنقولوا الله يهديك شنو هادي هاد سعيد نقطه قابله للنقاش لا ما عرفنا شي نقطه اللي قابله للنقاش انا كاع في البدايه الشيء ديال الفيسبوك قليل يعني قليل يعني التعاليق يلا عاد بداو ما ضيعنا حتى شي حاجه الا كان عاود يكتب لنا السي عندنا اللي قلنا شنو الموضوع اللي خصنا نذكروا ليه وما كاين حتى مشكل بكل فرح. سي عبد الرزاق من مراكش. سي عبد الرزاق مساء الخير. مساء الخير يا مساء الخير بارك الله فيك بارك الله فيك. عطيت مع السي سعيد تهضر دابا في الراديو ونجاوبو. تسمع جوج الاصوات هنا عندي. سي عبد الرزاق هذا؟ اه تفضل سي عبد الرزاق مرحبا. مساء الخير. لا ما كاين عندنا واحد واش تسمعني من الراديو ولا من الهاتف؟ لا 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 ما تسمعنيش من الراديو سمعني غير من الهاتف ديالك وجاوبني من الهاتف. مولاي سعيد مرحبا بك. مرحبا سي مرحبا. الله يحفظك. كنهضروا على التوقيت ديال الماتش ديال العشيه. هو توقيت مناسب صافي اما مزيان انا قلت مزيان عاجبني كاع انا غير كنت غلط. اش فهمتي بنادم كيدخلوا عباد الله مع التسعه تيدخلوا في حالتهم لديورهم اتفقنا معاك انا ما باقيش نعاود نهضر على هذا الماتش ديال 9 ونص. لا لا عمر هضر ما عندي يلا صافي 9 ونص وقت مناسب مناسب. واحسن كلمه قلتي الله يجيب شي عامد اللي هزنا اييه هذه هي اللي مهمه اما 9 ونص ولا 8 ونص ماشي مشكل. انت هضرتي وتكلمتي مرحبا بك بارك الله فيك الله يطول عمرك الله يطول عمرك بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا لك شكرا لك سي عبد الرزاق مرحبا شكرا لك شكرا لك. سي سعيد تيقول واش الجمهور غادي يدخل في هذا الاسبوع الملعب؟ انا ما هضرتش عليه كنت عارف بان غتجي اسئله. الان البارح كان واحد الاجتماع ديال المكتب المدير ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وطلب من الرئيس سيفو القجاع هضر مع الفراقي وبلغهم بانه في القريب العاجل غادي تفتح الابواب وغتخرج طبعا 100% غتخرج ذاك يعني ماشي نقول الشروط ولكن يعني شنو هما الاجراءات. الاجراء الاول هو انه اللي بغى يدخل خصو يكون عنده الجواز ديال التلقيح. هذه مساله لا نقاش فيها هي بحال لان كاين وصلات اشاريه تدوز الان باش الانسان يعرف راسه بانه الا بغى يمشي شي محل ماشي غير الكره بزاف ديال الامور اللي خصها يعني ذاك الباس ديال الفاكسان تيظهر لي بانه الامور هكا وغتحدد بعض الاجراءات ماشي باش الانسان ملي غنمشي للملعب غنعرف راسي بانني مشيت لواحد المكان امين ما غادي نعادي ما غادي نتعادى. هذا هو اللي مهم وتظهر لي في القريب العاجل ان شاء الله يعني ما عندنا شيء التاريخ ولكن في اقرب وقت يا ريتها ما تضبط الامور لا بالنسبه للانديه ولا بالنسبه للجامعه. عندي بزاف ديال المكالمات اخوان الاختصار الله يجزيكم بخير. ناخذ اشرف من المحمديه. سي اشرف مساء الخير. مرحبا سي اشرف مرحبا مرحبا الله يبارك فيك الله يطول عمرك. انا بغيت غير نقول للمستمعين يحيدوا عنا التعودونس ولا التعود ولا نهضروا في شي حاجه هادشي اللي كاين صافي انا مول الفلطه انا اللي انا مول هادشي هذا ما باقيش نعاود. يلا سي اشرف موضوع اخر يلا يلا. الموضوع هو اني كنت اتصل كنت بغيت نهضر على المدرب ديال المنتخب الوطني. اي شكون في ديال القاعه ولا ديال لا لا ديال القاعه الله يعطيه الصحه وديما خصنا خصنا يلا يلا ما خصناش نبقى ون كما كنقولوا نكبروا الشان للاجانب. لا لا اللي يستحق اللي يستحق ما كاين مشكل. لا 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 شوف والله الا عندنا كفاءات وعندنا اطر اللي انتقوا فيهم انتقوا فيهم انتقوا فيهم فوالا خصنا شويه ثقه. الاجانب ما عطاونا حتى شي اضافه. المدرب الوحيد اللي وصلنا معاه الفينال من بعد افريقيا الوحيده اللي عندنا
هو المدرب مغربي يعني 100% مغربي، عندنا مدرب مغربي. دونك علاش حنا علاش كنثيقوا في مدربين اللي حتى لي ريزولطا ديال هذا لونترينور ما عندوش، عنده تأهل مع منتخب اليابان. منتخب اليابان راه كله راك عارف راه الكمبيوتر الياباني تيقولوا لي يعني ما فهمتش انا الجامعه كيفاش كتشوف وباش تشد باش زعما يشدوا هكا التذكار مع اللاعبين اللي هما عندهم قيمه في اوروبا ما يجيو يلعبوا معانا وكيجيبوا لنا شي زعما صراحه الى جامعه خصها كما كنقولوا خصها الغربان بحال بزاف ديال لا ما سمحتش بهذه الفكره ما فهمتهاش شنو القصد سيدي اشرف. القصد هو ان المشكل راه ماشي في لونترينور ولا المشكل في قلب الجامعه وقلب داك الشيء اللي كيدور ما بين الجامعه وما بين بحالاش يعني واش الجامعه هما تدخل الفرقه وما تيلعبوهم شنو غير باش كيقول لا الجامعه شوف عندها يد دابا واش حنا دابا واش حنا المنتخب كيلعب الكره كيفرج واش عنده نتائج لا ولكن واش الجامعه يعني الكاتب العام وامين المال داخلين في هذا الشيء هذا شنو؟ لا كاينين بعض الناس راك انت راك عارف لا اش عارف انا اللي اسمح لي قلت لي انا اللي عارف واللي غنقول لك الحق انه الرئيس ديال الفريق هو واحد هاني لوزيتش هو اللي تيتصرف كيف بغى الفرقه ديالو هو اللي تينادي على اللي بغى هو المدير التقني انا بغيت نعرف واش هو المدير التقني ما كاينش مدير تقني في العالم تيدخل في المدرب ديال الفريق الوطني راه ما كاين شايف في العالم يكذب عليك كذاب على هذه القضيه المدير التقني حنا كلشي على المدير التقني بحال كيستي هذاك جواكيم لوف كان عنده شي واحد مدير تقني تيقول له اللي غديروا غير اللي دير كان هو الباترون ديال الفرقه واي ديدي دوشون دابا انت مع ما تيهضر مع الرئيس ديال الجامعه ما عندوش مدير تقني تيدير فلسفه ديال التدبير ولكن الفريق الوطني ما عنده اسمح لي غير اسمح لي ديدي ديوشون واش هو اللي كان كيهضر مع الجامعه لا باغي اسمح لي ديدي ديوشون العالم كله تباغي بنزيما قال له ما بغيتوش واش دخلت الجامعه قالوا له لا جيب ديدي ديوشون ما بغاش هو يتحكم ونهار اللي رشقت له على وعيط ليه راه هادشي اللي كاين راه المدرب راه ما كاينش مدير تقني ولا جامعه الا عنده الصلاحيات راه عنده الصلاحيات غير بعدو هادشي ديال الجامعه بانه الجامعه ولا عيطات وقالت ما الجامعه ما عندهم دخل كاع نهائيا يمكن رئيس ديال لجنه المنتخبات هو رئيس الجامعه ولكن راه اللي تيسير الفرقه هو المدرب هادشي اللي عرفنا عيب راه شو ما يكون عندنا بحال هاد لونترينور يكون عندنا لاعبين اللي راه المغرب راه الوحيد اللي عنده المحترفين اللي كيتغنى بهم الصحف العالميه وما عندوش فريق ايوا ما عندوش فريق فين كاين المشكل؟ المشكل اذا كاين في لونترينور وعندنا في الجامعه يعني باش نتيقوا في هذا رايي يا سيدي اشرف يلا سيدي اشرف يلا بارك الله فيك شكرا لك الرساله ديالك وصلت شكرا لك سيدي اشرف بارك الله فيك نمشي لعند السي احمد من مراكش السي احمد مساء الخير السلام عليكم عليكم السلام السي احمد تفضل نعمات بارك الله فيك تفضل بغيت نهضر معك على واحد جوج النقطات سمعت واحد السيد تيقول على التحكيم انا كنقول لك من هنا ونقدر نقسم بالله تعالى ان السي العالي الناصري والسي بحو من انزه الحكام في المغرب اللي شتنا اييه لانه تنتفرج في الكره من 1965 بارك الله ومتبع الكرة من 1965 إلى يومنا هذا وأعطوني ما شفت شي حكم أنزه من هاد الجوج الحكام مزيان بحو والسي عبد العالي الناصري الله يطول عمره رجل طيب الله يعمر هذا تيعطي الإنسان حقه ما كاينش نزاع حنا شتو عاود شتو لا مزيان عبد العالي ما شاء الله ودي لا بالحق الكبار هذا من جهه ومن جهه ثانيه بغيت نهضر على الفريق الوطني ديال الفوتسال كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله الامكانيات وكذا غير هذا الرياضه هذه كانت عندنا حنا في مراكش تنقولوا لها بنا نمشيو نلعبوا في الدفيصه كنا تنسميوها الدفيصه تدخل شي بقعه كودروني اي تتلعب فيها تيلعبوا فيها الدراري ديك هذه هي الفوتسال اللي كان الشيء اللي كان شكرا بارك الله فيك الله يطول عمرك سيدي بارك الله فيك شكرا لك بارك الله فيك كنت معنا من مدينه مراكش ناخذ سي وديع من فاس وديع مساء الخير سعيد كيفاش صافا الحمد لله بارك الله فيك الله يحفظك سيدي الله يبارك فيك بارك الله فيك سيدي السي سعيد غادي واحد السيد مسكين صديق ديالي
هذه شي 3 جور رغبني بزاف، قال لي هضرنا مع السي سعيد انت كتكلم معاه على اللاعب ديال المغرب فاشي القديم الزهراوي. اييه سي عبد العالي. اها سي عبد العالي الزهراوي هو كان كيبغي بزاف، كان كيطلع يتفرج فيه. اييه الله يهديه. اها تقدر تجيبو شي كليسه معك؟ الكليسه اللي درنا معاه في السمر الرياضي. ايه ايوا تيظلي انا ما عنديش برنامج ديال الانديه الحواري، انا يسعدني ويشرفني نجلس مع عبد العالي. عبد العالي صديق ديالي والله يعمرها دار الكوسه معاه. ولكن انا البرنامج عندي دابا مع المستمعين، ما عندي شيء. الا شي نهار نديروا شي فقره مع اللاعبين يعني الدوليين ما على راس العين كاين حتى مشكل. انا وقت اللي عليا غادي نقول لك كاين. انت بلغتي ما كاين حتى مشكل. انا بلغت. انا شرفنا انه يكون معنا عبد العالي الناصري. يلا احنا عندنا كنا عزيز سي عبد العالي. الله يهدي الله يهدي. ما نساوش الذكريات ديالو اللي دوز مع المنتخب ومع الفاسي. هذا ماشي موضوع ديال انا غير بلغت لك دابا. مرحبا المنتخب ديال لاصال. المنتخب دابا ما يبقاوش دابا عليه، يخليو الدراري شي شويه يرتاحوا بحر يدخلوا. اي صافي فهمتي ولا لا؟ ما يبقاوش عليهم هذاك فينيزويلا راه منتخب قوي وهذا باش ما يدخلوش شي شويه مرتكبين. توقع الرتيب هكا بعد شي خطره اللاعب وخصهم شي شويه ديال فينيسيو وديك اللحظات الاخيره. ايوا نطلبوا على الله، نطلبوا على اليوم يحضر كل شيء. اليوم يحضر. بارك الله فيك. شكرا السي وديع. مشي ناخذ معايا السي زياني من الدار البيضاء. اتصال مع السي زياني. هذه مناسبة باش ندير واحد الاطلاله على التعليقات ديال الفيسبوك. السي عبدو تيقول الاخ يقصد الاداره التقنيه. انا قلت لكم الاداره التقنيه راه ما كاينش شي مدير تقني يدخل في الفريق الوطني حسب العرف ديالي. الا كاين شي واحد عارف هذا الشيء هذا يقول لا راه تيستشروا معاهم. ما عرفش، انا عارف بانه المدرب دائما هو اللي، والا نهار اللي تكون الاقاله خص يكون الاقاله للمدير التقني والمدرب لانه حتى هو تيخدم تحت الاماره ديالو. لا سي عبد الناصر تحيه متبادله لك. خصنا شي مدرب شاب للمنتخب الوطني اللي تكون عنده نفس العقليه ديال اللعابه اللي عندنا. المشكل اللي كنطيحوا فيه هو مشاكل صراعات مع اللعابه. هذا السي حمزه. سي ابو الياس تيقول يجب على الجماهير التلقيح اولا ثم نتكلموا على الحضور ديال الجماهير. هذا راه خرج في البلاغ لان الامور ما يعني واضحه. ولا بد من التلقيح لانه انا قلت بان هذاك الباس اللي غادي يكون راه ماشي غيدخل غير الملعب، راه بزاف ديال الامور الكون معمول به دابا الان. يعني مساله عاديه ويمكن تكون النسبه ديال الحضور ما يمكنش بنفس الحجم الله اعلم، ولكن المهم المؤشرات لما هضر عليها رئيس الجامعه بمعنى انه في القريب العاجل يمكن تكون نهار شي فريق وطني او شي حاجه بحال هذا الشكل هكايا، اللي حيت الفريق الوطني ممكن تحكم فيه الجامعه اكثر من الفرق الاخرى اللي غتكون تنظم المباريات هما الفرق، باش ما يكونش هناك هنا ما فيش تسامح. لا، هادشي خص يكون فيه واحد الحرص شديد لانه اللي ما عنده شيء يعني الشهاده التلقيح ما عندوش يدخل. الا خلى شي واحد يدخل هذاك راه يكون دار واحد الجريمه. علاش؟ لانه حنا يعني الصحه ديال 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 المواطنين الدوله يعني دارت فيها اجراءات وامكانيات كبيره وكبيره حفاظا على الامن الصحي ديال 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 المواطنين. ماشي واحد لا هذا الحين ما هذا خليه هذا ميدوز لانه عنده علاقه. لا ابدا 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 لا، ما مسموحش انه واحد يعني شي واحد ما ملقحش او شي واحد يعني يدخل غير هكاك. ما عندها حتى شي معنى. ابو ادم السلام عليكم حياك الله شكرا لك. ها صحيح ان مقابله المغرب المنتخب المتبقيه ستلعب بالمغرب. المقابله ديال المغرب مع غينيا ديال بيساو ولا غينيا غتلعب في مدينه اكادير. عبد الفتاح من الدار البيضاء تيقول واش اقاله مدرب لعب ثلاثه ديال المقابلات شيء منطقي؟ هذا ولا بغيوش ديال المقابلات؟ سي سعيد جمهور الجيش الملكي الجيش الملكي يحس بالكثير من التضييق والتحامل عليه. مثلا بغيت نهضر في هذا الموضوع ولكن غير نقول واحد القديم ما نعرف، حيت صعيب نقول بانه واحد تيحس بواحد النوع من التحامل ولا ما تحس بالتحامل. انا تعرف الناس ديال الجيش الملكي والجمهور الجيش الملكي تعرفوا انا ولد الرباط وتنعرف الجماهير يعني الصفه او اللي بلا تعطى لبعض الجماهير بانه تيديروا الشغب ما عمرها كانت عند فريق الجيش الملكي. احنا كبرنا مع في, 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 في
في الفريق الكبير ديال الجيش الملكي اللي ديال السبعينات ما عمرهم كانوا مشاغبين، ما عمر كانت هذه الصفه ديال انه فيه الشغب ابدا. الا كاين واحد الجزء من من من, من الجماهير تيديروا هذا الشيء، ما خصوش تلصق بفريق الجيش الملكي. الجيش الملكي عنده جماهير ديالو عاقله فاهمه، كانوا يتنقلوا معاه للدار البيضاء والقنيطره، يلعبوا ربحوا ولا خسروا امور عاديه. الان ما عرف ما عرف. على كل حال انا ما صعيب الا كما تيحسوا بواحد الضيق ما نقولهمش الا راه ما كاينش هذا الشيء، هذا ما صعيب عليا، ماشي ماشي من حقي. ولكن الجماهير اللي تعرف ديال الجيش الملكي تعرفوا الناس نضاف مزيانين، الا كاين شي البعض ديال يعني اللي تيسيئوا للفريق فكونوا على يقين راه داك الدليل داك المثل الشعبي اللي تيتقال راه صحيح ديال الحوته وحده تخن الشواري، هذا صحيح. الا كان واحد لابس غير القميص ديال الجيش الملكي ودارتي كنشوف الجمهور ديال الجمهور ديال الجيش الملكي مشات على الجمهور كامل. السير بورقادي من مدينه الدار البيضاء، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. التحيه خالص للسعيد والطاقم التقني اللي سال على راديو بلس. عندي جوج ديال المحاور. المحور الاول هو اقاله المدرب الصحابي. هو ولوج الجمهور الملعب. بالنسبه للمحور الاول كنظن انايا اي رئيس كيجي لشي فريق بكل صراحه كينطبق عليه واحد المثل المغربي معروف كيقول لي كنعرف العلم كيقول لي كنعرف الزيتون. يعني كيكون كيفهم في كل شيء. والدليل على ذلك لو بغيتي تشوف مثلا حاليا في البطوله الايطاليه السيريا لا يوف دايرين عقد مع اليغري في مده ديال ثلاث سنوات. سير خسر جوج ماتشات وتعاد جوج ماتشات يعني في مده ديال ما غينوضوش يقولوا له لا الله يعاونك سير بحال هكا. الناس كتحترم العقد. كاين عقد. يعني كنهضر معك على عام تتسالي العام عاد تقول سنوي في الطبله. بالنسبه لفريق وادلم اللي معروفه بمدينه الشهداء وواحد المدينه اللي عزيزه على كل مغربي، بكل صراحه الرئيس ديال ما عرفناش شنو بغى الفريق اصلا. اش باغي؟ يعني ناض قال اش غندير؟ اللهم نحيد المدرب من دابا. لا لا سمحتي لي سي بورقادير اكثر من هذا حيت خسرتي مع الوداد، خلي الدوز غير الوداد، هذه الوداد راه اي واحد يخسر مع الوداد خسرتي مع الوداد ندير اقاله ديال المدرب. متفق معك. بالنسبه للولوج الجمهور الملعب كنتمنى في اقرب الاجل كما قلتي انه انا شفت مؤخرا في الدوري الانجليزي كاين الجمهور كاين لاحظتي في اليد ديالو واحد الباج. يعني بلا ما يجبد هو الطام ويوريهم التلقيح هذاك كاينه واحد الجهاز كيدوز بحال هكا وكيدوز صافي. حنا كنشوفوا دابا الملاعب في انجليزي 100% كتكون عامره. بالنسبه لليغا عاطينهم 25% بالنسبه للكالشيو عاطينهم 50%. كنتمنى دوز هذا الحل اللي دايرين هاد الدوريات والامور ترجع للنصاب ديالها ان شاء الله. نزيد واحد المحور الثالث ربما ما قلتوش في الاول، كنتمناو التوفيق للمنتخب ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هذا هو اللي غادي نقول. بارك الله فيك. شكرا لك السي البرقادي. قبل نمشي لمراكش غير السي حمزه تيقول امتاش غادي يكون الجمع العام ديال الرجاء؟ الام واش كاين شي مرشحين اللي تراسوا نادي الرجاء البيضاوي سابقا؟ لا شوف كانوا ثلاث ديال الاسماء اللي شكون محفوظ وشكون اخر اللي كان رئيس الجامعه ديال كره اليد. على كل حال من تيبان لي بانه اللي عارف انه الجمع العام غادي يكون نهار 27 اكتوبر هو اللي عارف. وبالنسبه اللي غيترأس الرجاء حتى يترأس عاد نقلب على شكون هو لانه هذه غادي تهم يعني البيت ديال فريق الرجاء. انا كمتابع اللي طلع غادي يمكن نتابع نحاسبوه على العمل اللي غادي يقوم به، ما لا غنزكي ولا هذا ولا هذا. على كل حال نمشي لعند سي محمد من مدينه مراكش. سي محمد مساء الخير. السلام عليكم سي سعيد. مرحبا سي محمد. مرحبا بك اخويا سي سعيد. مرحبا بخير امور عنديه. الحمد لله بارك الله فيك. سي سعيد اذا نتكلم واش الانديه المغربيه واش كيديروا بحال الانديه الاوروبيه بالنسبه للاعب اللي كتكون عنده واحد القيمه بحال هذاك اللاعب ما عقلتش عليه اللي ماركا 25 واقيلا هدف في السنه. واش كيديروا ذاك كيعلقوا القميص ما بقاش كيعطيو لشي واحد؟ واش كيديروا ذاك القميص بحال ديكوما مارادونا اللي كان في الطليان؟ واش الانديه ديال المغرب واش عندهم واش حتى هما عندهم هذا الشيء؟ الا كان شي قميص شي لاعب مزيان وهذاك القميص ملي كيجيب شي لاعب اخر منتزه ما كيبغوش يعطيه هذاك الركب كيعلقوا.
واش الانديه ديال المغرب واش في هذا الشيء ولا مازال؟ لا لا ما عمر دار هذا الشيء هذا، دار هذه دار دارتها نابل مع مارادونا وما صارش حيت كان واحد اللاعب ديال المغرب كان ماركا 25 هدف وما حتى واحد مازال ما وصلش ديك 25 هدف. ماشي ماشي ما دارش شيء لانه ماركا 25 هدف، ما دارت شيء ما يعني ما القميص ديالو ما تيتلبش شيء حيت ما كاينش شي واحد اللي غادي يحمل ذاك القميص وعنده نفس المواصفات ديال فقدان مع سي محمد. مارادونا كان مارادونا شي حاجه اللي غير عاديه، ولهذا حفاظا على ذاك الرقم 10 ما غير تنذكر بانه كاين انيس محفوظ وكاين الخلفاوي ما عرفوش، ولكن يمكن دابا باقي الترشيحات مفتوحه لانه الان يعني الجام العام راه حتى 27 اكتوبر بالنسبه لفريق الرجاء. سي عبدو تيقول اشاطرك بخصوص توقيت المقابلات 9:30 تيقول توقيت متاخر. شوف توقيت متاخر على حسب كل واحد وعلى حسابه، مثلا كاين اللي تيشتغل كاين اللي خدام كاين اللي عنده الخدمه مع 5 الصباح 7 الصباح 4 الصباح، كاين اللي كاين عنده بيرمانونس مثلا في شي في 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 واحد المستشفى ولا في الامن ولا في اي حاجه، كل واحد على حساب. وكاين اللي بالنسبه له تيخرج من الخدمه حتى ل 8:30 ولا عنده وسيله ديال النقل ما تيخرج يوصل للدار حتى ل 9 بالنسبه له مزيان. يعني حنا غير يعني يمكن انا يعني تسرعت وقلت على حسب اللي تيناسبني انا، تنقول بان تعطلات 9:30 بزاف يعني على هكا، ولكن كاين اللي اغلبيه يقول لا ودي راه توقيت مناسب، كاين اللي غيقول لا مدرسه عندي ولادي صغار ما 13 عام 14 عام يعني صح انه ما كاينش القرايه دابا كيقرايه جايه ما بقى لها واش بقات لها اسبوع ومن الناس غيدخلوا واش غيبقى في 9:30 ولا ما بقاش، كاين اللي يقول انا ولادي بغيو يسهروا 11:30 عاد غادي ينوض ينعس. يعني راه مساله يعني مساله، وكاين اللي تيقلب على الاوديونس يقول لا كل 9:30 الناس غيكونوا بزاف في الدار، كاين اللي ما غيدخل حتى ل 9 ولا 9 دولار. يعني مساله ماشي نذكر الارقام الهاتفيه للتواصل مع البرنامج مره اخرى، الارقام ديالنا هي 05 20 666 066 05 20 666 067 065 66 068. اعيد 05 20 666 065 66 067 065 66 068. نمشي ندير قراءه. السلام عليكم سعيد، لا هذي قرينها ديال الدفاع على الصحافة. ناخذ سي حسن من مراكش يقول السلام عليكم أخي سعيد، في عدد من الحلقات أثير موضوع إضاعة الوقت والسقوط بدون سبب وعدد كثير من المشاركين اسقطه على لاعب البطوله، لمن شاهد مباراه برشلونه وغرناطه سيلاحظ بان لاعبي غرناطه تمادوا في اضاعه الوقت بكل الطرق من السقوط الى تاخر في لاعب كره التماس او الخطا، ففي كل البطولات نلاحظ هذا الاسلوب، الا اننا دائما نلوم لاعبينا على ذلك ولا نلوم الاخر. انا متفق معك، هذيك المقابله خلينا نقول بانه ماشي كتستثناء، هو شوف تضييع ديال الوقت كاين حتى شي حد ما هادوك الناس ديال الغرناطه يمكن دايروا شي حاجه اللي ما موالفاش، لانه لاول مره المدرب ديال برشلون ولا مدرب البطوله الاسبانيه قال هاد التضيع ديال الوقت راه ما كان، هو براسو تفاجئ راه ما كانش الاكثر من هذا، ماشي قضيه حتى التعطال في التنفيذ، هو انه اصعب شيء في اضاعه الوقت شنو هو؟ اللعاب اللي ما تيبغيش ينفذ الشرط تضيع الوقت كاينه في العالم باسره، اللعاب اللي تدير كرة الزاويه ويبقى يتعوج بها حتى هذاك راه ما عنده معنى ولكني جاري به العمل، الحارس لما تجيه الكره يبقى حاطها بين رجليه وبقى تيتسنى وغادي بها تتقلب عاد تيقبطها بيديه جاري بها العمل حيت داخله في اطار اللعبه. حنا علاش تنتشكاو على حاجه وحده، هي انه اللعاب الا بغى يضيع الوقت بهالطريقه من حقه، هذه كره القدم عاديه، الا تاخر في تنفيذ الشرط الحكم غيعطي انذار ولا شي حاجه بحال هاد الشكل هكايا. انا تنذكر على داك اللي ما عنده والو ما قاصو حتى شي واحد تيدخل طبيب، حيت فيها جوج ديال الحوايج، فيها تضيع ديال الوقت تتهكم على 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 على, على, على المشاهد، وتدخل معاك في اللعبه ديال انه يتحايل طبيب والممرض ورجال الاسعاف، تدخل هاد كاملين تدخلهم يعني تدخلهم معاك وتتقول لهم ودي ادخل انتم مثلوا عليا
راه هذا هو اللي كاين، هو اللي خايب. اما تضيع ديال الوقت عادي، الانسان الا تضرب ما كاين حتى شي مشكل يدخل، ولكن اللي ما مقبول شيء هو انه الرجال ديال الاسعاف تيدخلوا بداك المحمل، تيجيو اربعه ديال الرجال تبارك الله ويدخلوا ويحطوها ويبغيو يهزوا يقولوا لا ما لا صافي بريت، ويجي الاخر واحد شاد الثلج واحد شاد البومبا وخدامين وعلي تطب على راسه وهو تيضرب على الحكام وما عنده والو، وفي الاخر يخرج ويرجع يقول بغيت نرجع. هذه هي اللي فيها هذه يعني اصعب ما كاين هو هذه اللحظه هذه، والناس ما تيقبلوش. والاكثر من هذا بعد نوبه هذاك اللي تيطلع في ذاك المحمل وتيهزوه ما تيخرجش ناعس، تيخرج جالس بحال ذاك اللي في العماريه جالس، وتيحطو وينوض يرجع. هذيك تنحسبها تنحسب واحد الضيق، تنقول علاش يحقرنا ما يلعبش الكره ويدير بهذا الشكل هكايا ويدخل سته ديال الاطور ديال الصحه مدخلهم باش يمارسوا معاه، لانه ما يقدوش يقولوا ما عندك والو، وفي الاخر نجيو نشوفوا بعدك الطبيب ولا يدير له هذا وراه ما عنده والو، حنا عارفين ما عنده والو. والاكثر من هذا ويجي المدرب وينوض واحد اللعاب ولا جوغ بلا تسخنوا ويمشي ويجي ويمشي، ولا الحكم اللي تيجي او اسف ماشي الحكم يعني الحارس، بعد نوبه تيقول لهم صافي بدلوني ويبقى ويحيد ويحيد الصباط وصافي وتنوض وصافي ويعطيو الرقم ديالو. فقلت لا صافي وقيل دار لاباس ولا اسمح لي، اما نقبلوا كل شيء الا بحال هاد ولات سينما دابا هادي، ما بقاش رياضه. تضيع ديال الوقت كاين، بغيت تضيع الوقت ما كاين حتى مشكل، نعطي الكره للحارس يبقى غادي بات تيجي عند المهاجم داخله في الكره، ما نقولوش لا لعب زرب لا لا، بغيت تضيع الوقت مادام انه تندير القانون غادي بالكره تيديروها في العالم باسره. الا هادي انا هادي حاجه وحده هي الدخول الطبيب، اما الا تضربتي ما كاين حتى مشكل يعني تعالج، اما غير باش دخلت حيت ما عندك والو لا اسمح لي. ولا اللعاب بالله عليكم واش كاين شي واحد اللي شاف لاعب في كره القدم ضربته الكره في الظهر ديالو ودخل طبيب؟ اي لا ضرباتك بلا ما نقول لكم شكون اللي قال لي واش هادو لعابه ديال الشوكولاته، اللي قال لي واش هادو لعابه ديال الشوكولاته، يعني لما تشوف واحد اللقطه ديال واحد اللعاب طاح بواحد الشكل قال واش الشوكولاته هذا ماشي لعاب. راه ما تنعممش، ولكني حنا انا باغي المصلحه ديال المتفرج ومصلحه ديال اللاعب ومصلحه ديال الكره بصفه عامه. اسمح لي نمشي عند سي مولاي حفيظ من مراكش. سي مولاي حفيظ مساء الخير. السي سعيد مرحبا، راه ولينا مدمنين على راديو. مرحبا مرحبا سي مرحبا. ما نقولوا السي سعيد، انا عندي واحد جوج نقطات، ولكن غادي نبدا بالنقطه اللي كتهمني انا. اييه هو هذوك الناس اللي تيطالبوا من الرئيس ديال الفريق يدير معاهم التواصل. علاش التواصل؟ واش هو ما عندي شغل؟ اسمح لي شنو هي؟ نعم ما سمعتش هذه الفكره الاخرانيه. قلت لي بعض الناس يعلقوا في هذوك الفيديوهات وداك الشيء، خص الرئيس ديال الفريق او ديال النادي يتواصل معاهم. اييه هو ما عنده شغل مادام باش يتواصلوا ذاك الوقت اللي بادي راه مسكين تيقلب على الموارد، راه تيقلب على سميتو وهما تيعاتبوا يهضروا. علاش؟ علاش ما يتواصل معاهم؟ فين الوصلات؟ فين كذا؟ فين كذا؟ واحد كي يقعد هو خصو يقعد ويقعد غير هو غير يتواصل، لا يدير لا غنى. هو بدل ما تقول لي تواصل معنا قلبوا لي على مواريد، قلبوا على كذا على هذا، لا تبقاو غير تهضروا. انا ضد هذه الفكره السي سعيد، الا كنتي متفق معايا لا هذا رأيك يحترم. انا تنقول سيد راه خدام مسكين. لا هذه فكرة وصلت، وصلت نقطة ثانية. يلا هذه الأولى، ثانيا راه إلا خسرنا كاع جوج ماتشات راه خسرنا مع فرق كبار. لا الزمان راه غير بهاد الفروق الكبار راه غير الحظ، ما عندها حظ وشغل ما تشتاق. والستاد ماروكان تا هي راه فوق هيكلا ومجدة وهذا، وراه لاعبين على الصعود، لاعبين على الصعود. وثانيين أكثر من هادشي اللي هو إيجابي، راه الفرقة ماركة جوج بيوت من أعلى فرص، راه ماشي سهلة باش ماركة جوج بيوت على فريق كبير. راه هادشي اللي خصو يفهمو الناس. وهذه نقطة. النقطة الأخرى أنا بغيت نهضر معاك السي سعيد، الناس علقوا بزاف على الجيش علاش خسر مع واحد السوال بثلاثة، وهادشي راه كاين في الكورة السي سعيد عادي راه عشناه.
راه عشناهم عشناهم نيران وتكرارا راه واحد العام راه كنتر بات الفوفو براسو للطليان وبفرقاني حتى لعزيتو وجات الوداد قالت يلاه تعاطوه غلباتنا شي عادي 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 علاش منهم بنعاتبوا هذا المدرب هذا اللاعب هذا انا ما اشتريت راه شفت هادشي وكثر من هادشي راه شفت البرنسات كانت تدير الفرق الكبار الاتحاد البيضاوي هادشي راه كل شيء شاد وهادشي هي النقطة وتحدي بارك الله فيك بارك الله فيك ام احمد شكرا لك شكرا لك شكرا لك راديو فيس مرحبا بارك الله فيك بارك الله فيك السي الوليد تيقول سي سعيد هناك اخبار تقول ان الرجاء والوداد غادي يلعبوا مقابلتي الرجاء والوداد غير دوري ابطال في المغرب واش الاخبار صحيحه ما فهمتش كاع قصدي تحيه متبادله لك وقال بانه اقصد مقابلات الذهاب والاياب ما عنديش فكره ما عرفتش شنو ما عرفتش الموضوع باش يتعلق السي عزيز من مدينه فاس مساء الخير سي عزيز بخير سيدي لاباس الله يحفظك مولاي الله يخليك انا بغيت نهضر كيف بالنسبه للنقطه الاولى بالنسبه للمنتخب الوطني المنتخب الوطني كنشوفوه هنا في هذه الاونه الاخيره ربما هذيك المقابله اللي كنا غنجريو مع غينيا وديك الاحداث السياسيه اللي وقعت ربما اجلت المباراه انا كنشوف دابا غير بالنسبه للسيفوزي القياع ربما غيدير واحد الخطا استراتيجي اللي هو مجموعه ديال الناس داخل المنتخب انا ما غاديش نسميه باش ما كاينش المهم مجموعه ديال الناس داخل الطاقم التقني الوطني صراحه غير صالحين وراه خالقين البلبله وراه غيفسدوا المنتخب الوطني صراحه انا عندي معلومات موثوقه في هذا الشيء اللي تنهضر معك يعني ربما لا بقى هذا الامر هذا وبقى السيف وزير القجاع كيدير هذه الخواطر هذه بزاف راه لا اله الا الله غادي ربما المنتخب ما غيتاهل لا شنو هي هذه المعلومات يعني مصادر يعني شوف شي واحد من داخل لا ناس غير صالحين داخل الطاقم لا حيت محتفظ بهم لا ما كاين حتى مشكل دابا لما غتقول لي بزاف ديال الناس اللي عندهم مؤاخذات على الطاقم التقني ولكن لما غتقول لي من مصادر يعني شي واحد من داخل تما قال لك هادشي هذا قال لك بانه راه كاين الامور ماشي لا ماشي انا باجتهاد ديالي انا وصلت لهذه المعلومات هذه ايوا كاين اللي عنده اجتهاد اخر ولكني ما وصلتش لهذا الشيء اللي وصلتيرو المهم هذه من ناحيه من ناحيه اخرى بالنسبه انا كنشوف بالنسبه للمدربين وهذا بدات عاوتاني هذه العمليه ديال الاقالات يعني هذه ربما هذيك هذه سي سعيد هذه كتشوه السمعه ديال الكره في المغرب صراحه للاسف الشديد جوج ديال الدورات ديال الاقاله ديال المغرب تاعنا دابا جوج دابا داك ديال المغرب التطواني المغرب التطواني تا هما اييه ومؤخرا هو سي فؤاد الصحاب يعني للاسف والتدخلات ديال الرئيس ولا هو الصراحه داكشي يسيء للكره الوطنيه تصريحات يسيء صراحه انه كيقول له انت ما موفر ليش الامكانيات وباغي مني اكثر الاخر كيقول له هادشي اللي عندي بغيتي تخدم بغيتي تسير بحالك يعني بواحد الطريقه باش نقول لك داكشي يعني لا خصنا انا الاقتراح ديالي هو ان نصلحوا المشكله من الاصل شنو هي المشكله من الاصل وان الحكومه تدخل في هادشي هذا الدوله المغربيه تدخل وتحاول تساعد الفروق يعني كل واحد على حسب الانجازات ديالو بحال دابا مثلا الوداد والرجاء تعطيهم واحد ماشي ديك 3-6 مليون ديال الدرهم ديك راه ما كدير حتى شي حاجه ديك راه جوج لعيبيه وقيلا كيشد لعيب في العامين وقيلا الله كيبان لي يعني تدخل وتكون شي مبالغ اللي معقوله ويكون استشعار يعني باش ما نبقاوش نسمعوا بحال هاد الامور لان يعني صراحه كتسيء يعني ها جوج هما دابا الدوره الجويه الدوره الثانيه تستقل الدوره الرابعه الخامسه القطار وجوج عاوتاني الدوره العاشره يعني ربما تجي تحسب تلقى شي 35 مدرب مشات هذا الشيء هذا الصراحه راه يسيء شنو هو النظر ديالك للشيء الثاني لا ما انا هذا رايك يعني ما الى عقبت غنولي بحال غادي نوقع انا وياك في واحد النقاش لي لا ماشي تعقيب انا كنقول لك هي واضحه هي الصوره واضحه غير كنقول لك النظر ديالك انت كيفاش كتشوفها لا النظر يعني ديالي انا قلت المعالجه ديال المعالجه لا النظر ديالي انا قلت في بدايه ديال الحلقه بحيث ماشي فيلم ما يهضرش شي واحد نعطي وجه النظر ديالي النظر ديالي قلت بانه الاقاله ديال المدرب ما عندها حتى شي معنى انها مع جوج ديال الدورات جوج دورات وخصوصا هي ما عندها حتى معنى وخصوصا الى تمت هزيمه مع جوج ديال الفرق كبار راه خسرتي في اكادير وخسرتي مع الوداد ماشي شي حاجه لا والغريب في الامر سي سعيد الغريب في الامر شنو هو؟
هو انا دابا هو دار ودابا دار الانتدابات ودار يعني ودار البريباراسيون يعني ديال قبل السنه وفي اخر المطاف الا كنت انت معول غتصيفطو في الدوره الثانيه علاش انت غدير معاه السماء كلها علاش غتبقى دير هذا الشيء كله؟ لا اللي تنعرف اللي تعرف انا السي عزيز السي عزيز اللي تنعرف انا هو المدربين تيكون عندهم واحد الاتفاق مع المكتب على اساس انه في الدورة العاشرة خص تكون عندنا مثلا واحد المجموعة من النقاط أو في الدورة 15 أو فما تنظنش بأن العقد فيه بأنه إلا كانت عندك جوج ديال الهزائم غتمشي بحالتك حيت شنو بناء علاش أنه غنمشي بحالتي حيت خسرت جوج ديال المباريات إلا درتي معايا في الدورة 10 تكون عندي مثلا 13 نقطة ولا 14 لا حتى هما بالنسبة مع احترامات لبعض المدربين السي سعيد صراحة يعني ما حتى الشخصية ما كايناش كاريزما ما كايناش الشخصية المدرب صراحة كيناش وكاينه واحد القضيه اخرى وان مدرب كيدرب ومدرب في المدرجات يعني شي كيحفر لشي وهذا الشيء هذا بصراحه اللي أيوة يقول له لا راه داك الصراحه راه ديك فرقه مزيانه خصك غير شي اي بعض الروتوشات كذا هذاك بحال اللي كيدمر داك صاحبه وداك الشيء للاسف الشديد. شكرا سي عزيز بارك الله فيك سي عزيز من مدينه فاس. ماذا اشكال اللي مطروح دابا ما كاينش المدرب في المدرجات ولكن المدرب راه كاين عبر الهاتف الان ما حيت شوف هذه المساله ديال المدربين والتعاقدات المدرب لما غتم الاقاله ديالو ضروري انه غادي يقول شي حوايج اللي غتبين بانه ذاك العمل ديالو او انه هذيك يعني الامور هي اللي ما خلاتش العمل ديالو يبان وما خلاتوش ينجح والرئيس لما غيدير اقاله ولا بد غيقلب على الجوانب السلبيه في المدرب وغادي يقول بانه ها السبع جرى الاقاله بمعنى ان غادي نوليو دائما كل واحد يجبد العيوب ديال الاخرين يعني راه حتى بعد موت لما تسمعوا ذاك الاقاله وفي اطار حبي اللهم في اطار حبي ولا انه انسان تينشر ذاك الغسيل ديالو في الصحافه اليوم لا ما عطاونيش هذاك الشيء اللي بغيت اخوك لا هذا باين بانه ماشي كف ماشي سي نور الدين من الدار البيضاء مساء الخير سي نور الدين وي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل سيدي صباح سعيد لاباس عليك صحابي خير الحمد لله بارك الله فيك الله يطول عمرك تحية لك والطاقم ديالك يطول عمرك بغيت نهضر في النقطة ديال الإقالة المدربين بصفة عامة احنا ما عندناش واحد الثقافة ديال كنصبروا على المدرب أولا كنخلقوا واحد الفريق على حسب واحد المدة يعني متوسطة أو طويلة انا نعطي جوج الامثله المانيا كيفاش بداو كاس العالم بداو كاس العالم لان خواخيم لوف شد واحد المده المنتخب الالماني وغادي كيبني فيه غادي كيبني فيه حتى لقى واحد التوليفه اللي قدرات من بعد انها تربح اقوى الفرق العالميه اي هو دربهم في الوقت اللي تنظمت كاس العالم في المانيا وما داش كاس العالم في المانيا ولكن من ذاك الوقت ايه تيخدم ايه فوالا حيت هاد النقطة ديال أنك تقيل واحد المدرب أنا كتجيني فيها واحد الظلم أو حيف من جهة المدربين كيف يعقل أنك غتجيب مدرب ومن خلال جوج مقابلات كيف قلت أنت قبل شوية دابا جوج المقابلات اللي هما مع الفرقة المغربية كاملة ما غاديش نقول ديال هاد الفرقة أو ديك الفرقة الجماهير المغربية كاملة الخطأ اللي كنديروه هو أننا كنبغيو النتائج سير بلاص جبنا المدرب اليوم غدا كنبغيو أننا نربحو غدا نديو البطولة ونديو الشامبيونز ليغ ونديو كل شيء وبالعكس هذا هو أكبر خطأ هذه النقطة اللي بغيت نشارك بها. شكرا لك سي نور الدين بارك الله فيك الله يطول عمرك ميرسي بارك الله فيك نمشي لمدينة تطوان سيدريس مساء الخير. أهلا سي سعيد. مرحبا سيدريس. كيفاش غندير لاباس بحالك مولاي بارك الله فيك أمور هانية الحمد لله بارك الله فيك. هذا واحد الصديق تلاقينا أنا وياك شحال في 2018 ولا في 2019 مرحبا سي سعيد الأمية كنا جالسين في القهوة كان معك مولاي الدار مرحبا الله يطول لي في عمرك مرحبا سي سعيد زعما كان واحد التدخل الشخصي يعني احنا علاش بقينا كان واحد الشيء ديال التعليق كان ما بقاش عندنا ذاك المعلقين كما كانوا شحال هذه بقينا كنفقدوهم شنو هو السبب؟ ما عنديش جواب الا عندك جواب في ما عنديش جواب لا ما عنديش بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي انا ماشي واحد باقي عندي 56 تون وكره في من 68 وحنا كنتفرجوا في المنتخب الوطني المغربي شوف نقول لك انا زعما الريف ديالي انا المدرب هذا راه ما يعطيش شي حاجه
علاش؟ ملي جا ما عمرني شفت شحال هذه كنا عارفين التشكيله ديال المنتخب الوطني، شكون في حراسة المرمى، في الدفاع، في الهجوم، حتى في الاحتياط. دابا ما كناش كنعرفوا شكون اللي لعب، كيجي لاعب كيلعب معاه ماتش كيمشي جاب واحد اخر جاب مدافع جاب هذه مشى هذه جاب وسط الميدان. هذا هو المشكل. انا خصنا نعرفوا فين المشكل، واش المدرب ولا في المساعد ديالو. انا هضر نيشان انايا ما نخباش الشمس فور البال ولا لا لا ما بعدا ما نخبيوه. هاي وحنا هذا المنتخب ديالنا وعندنا الغيره عليه معلوم، فهمتيني؟ هذا ماشي منتخب وطني ديال حجي ولا ديال السربي ولا ديال اي واحد. المنتخب المغربي كيشرف الرايه المغربيه، وحنا غايرين عن المنتخب الوطني المغربي ديالنا، فهمتيني؟ خصنا مدرب في المستوى اللي قد يخدم يخدم ما قد شيء يمشي بحاله، واللاعب اللي قادر يتحمل المسؤوليه ديال المنتخب الوطني يجي مرحبا به، واللي غادي يجي يبقى يفوض عليك في يده ما عندنا ما نديرو به. هذه خص يكون غيره على البلاد، غيره على القميص الوطني، فهمتني؟ ولاش حنا خي ما عندناش عندنا مدرب احسن مدرب كاين هنا كاين شي مدرب غير في الخليج العربي. على كل حال نطلبوا على الخير. دابا هو المدرب اللي عندنا هو المدرب وقل لي دابا انت راك رجل اعلامي كنعرفوك من قديم وشاري نعرفوك دابا، فهمتني؟ قل لي دابا واش دخلنا عليك والله النهار اللي جا المدرب واش عمرنا دخلنا بتشكيله رسميه؟ لا انا متفق معك. شوف حنا تنقولوا بانه كل ما وسع القاعده ديال الاختيار كل ما غيصعب عليه ديال الفرقه. دابا الان هذا هو المشكل، هذا هو 60 لاعب ولا 70 لاعب صعيب. انا اسمع انا ذاك النهار تسنى تقريبا ذاك ماغوتي كيهضرنا هو عرف كاين الخلل، عرف كاين الخلل، هو هذاك راجل يعرف كره بزاف، عرف كاين الخلل وما بغاش تكون السميه شكون اللي دار المشكله كامله بين جياج والمزراوي وبزاف اللعابه، فهمتني؟ نطلبوا على الله يتحل المشاكل. ما حنا ما حنا المشاكل ما ناقصنا شيء. ايوا بيني وبينك بين المدرب خلي بيني وبينك شخصيا بوحده والمنتخب الوطني بوحده، انا شي حاجه انا وياك خارج المنتخب حتى اللاعب اجي قدم قدم المهمة ديالك. ايوا دابا الاشكال اللي كاين هو ان المزراوي دابا راه داير مباريات مزيانة والبارح الفرقة ديالو تفرجوا داير مو هو عمر كان البارح عاوتاني هو مش ايوا طلبوا على الخير طلبوا على الخير طلبوا على الخير. شكرا. حنا ما نحتاجوش جوج مدافع ايمن واحد، محتاجين جوج مدافع. معلوم متفق معك. جوج مدافع ايمن، جوج مدافع ايسر، ثلاثة المدافعين ومدافع الاوسط. انا قلت كنلعب كرة، ثاني درست لعابين ولعبت في الدوزيام ديجون مع وداد فاش اش كيقول لك 86 87 85 كنلعب في كرة، ماشي يقول لك زعما انا واحد ما دوش في الكرة ولا، وكنعرف القانون الكرة فين مشى والكرة فين كتصعد فين. الاقل انا ما فهمتش والله ما بغيت نفهم اخي سعيد. يلا نطلبوا على نطلبوا على المباريات الجايه انه ينسيونا في هذا الشيء هذا. يلا شكرا لك سي ادريس، بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك سي ادريس. تحيه طيبه عند سي رشيد تيقول نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني اليوم ان شاء الله. هناك اخبار من احد الصحفيين المغاربه تقول ان مقابلتي الرجاء والوداد ذهابا وايابا ستلعب في المغرب ضمن منافسه دوري الابطال. تعذر على الفريقين المنافسين توفير ملعب استقبال مقابله الفريقين البيضاوي. ما فهمت حتى شي حاجه، ما عرفتش انا واش الرجاء والوداد مشى كيف كاس الابطال، ما لا علم لي بهذه الاخبار. غندير واحد الفاصل ثم نرجع للمستمع الكريم. أجدد الترحاب بكافة المستمعين الكرام على أتي راديو بلوس، أنتم دائما مع برنامج نقاش فريق. قبل نمشي عند شي جمال في مراكش، غير عاود قريت هذا الولي الخبر أو التعليق ديال الوليد تيقول هناك أخبار ديال الوداد والرجاء تقصد بها كأس الأبطال يعني تشامبيونز ليغ. أنا كنت أعتقد بأن شي حاجة أخرى تشامبيونز ليغ. تيقول بأنه الوداد غيلعبوا مع غانا ومع هيرت أوف أوك، والرجاء غيلعبوا مع البطل ديال ليبيريا. يمكن بطل ليبيريا الا ما عندوش شي ملعب غيجي يلعب الا ما لقاش شي الا ما عندوش ملعب، ولكن لا اعتقد بانه غانا اللي تقامت فيها كاس افريقيا ما يكونش عندهم ملعب. لا اعتقد انه ما عندهم شي ملاعب، لان اللي ما عندوش الملاعب فيها مواصفات دوليه هما اللي ما تيستقبلوا شي. نمشي عند سي جمال من مدينه مراكش. سي جمال مساء الخير. مساء الخير سي سعيد. مرحبا يا سيدي. الله يحفظك. انا هضر لك على الاقاله ديال الصحابيه. ودابا هذا الرئيس هو اللي كان فاش كان مع الصحابي هذاك العام. ايوا هو اللي كان الصحابي فيها بطل. ايوا هو اللي صوفاه، هو اللي صوفاه. ايوا ايوا. وكفى زعما على جوج ماتشات تيصيفطوا. ايوا علاش خسر مع الوداد؟ الوداد ما يخسرش مع الناس.
ولكن راه الوداد والرجاء ما تصيفطش المدرب على جوج ماتشات. وشكون هو الضغط هذا زعما على الصيفط؟ ودابا الجمهور ما كاينش نقول زعما راه الجمهور اللي جعل عليه الضغط باش ودابا ما كاين لا جمهور. ما فهمتش انا هذا الرئيس هذا. ايوا انت عرفتيه. لا ربما عنده شي خلافات شخصيه ماشي بعيد ممكن. لا بين السي سعيد وميمكنش وجوج ماتشات وميمكنش عنده شي خلافات شخصيه. يعني شكون اللي دار على هذا الرئيس هذا الضغط؟ منين بيجي زعما الضغط باش يصيفط هذا الصحابي هذا وجوج ماتشات؟ لا وقع شي خلاف بيناتهم. لا شي خلاف شي حاجه ماشي هي هذيك السي سعيد. وانا رد ليه الجميل ديالو ياك هو اللي صفى هذاك العام. ايوا عندك غير عاوتاني عيطوا في اخر العام. الله سي سعيد الله يحفظك. شكرا لك سي جمال. نمشي عند السي وليد من الدار البيضاء. السي وليد مساء الخير. مساء الخير سي سعيد. مرحبا يا سيدي. مساء الخير تحيه لك وتحيه بارك الله فيك. بارك الله فيك يا سيدي. الله يخليك. التدخل غير على حساب النقط اللي شرتي لهم قبل خصوصا الاقاله ديال المدربين والمنتخب الوطني. بالنسبه للاقاله ديال المدربين هادشي ماشي شي حاجه جديده عاديه. ايوا غير دابا السرعه دابا الاقاله شويه مزروبه وهذاك الشيء كامل. انا الصراحه النقطه اللي بغيت نشير لها هي انا شخصيا ما تتعجبنيش انه مدرب شي تقال سواء من بعد جوج دورات ثلاث دورات دورات ولكن هذيك الحرب الكلاميه اللي تتولي ديال لا ما كانش عندي حتى انا شخصيا حتى هذه الاقالات ديال المدربين حتى المدربين كيتحملوا المسؤوليه. لانه انا شخصيا ما نقبلش من المدرب الا قالوا شي فاصل انه يقول لي ما كانوش ظروف اشتغال. الا ما كانوا الظروف ديال الاشتغال ما كانش عليك تشتغل مع داك الشخص. قدم الاستقاله. وهذه واحد اكزاكتومون وهذه واحد النقطه اللي ما تبغيش تفهم ليا ديال كاينين المهم ما غاديش نسميه وكاينين شي مدربين سبحان الله في البطوله الوطنيه تيخدموا انتيغي يعني تيبقى جالس ما تيدير والو تيخدم ست شهور خمس شهور تيتسنى حتى شي فريق ما تيكونوش عنده النتائج تيقيلو المدرب تيجي هو تيدخل واليوم ما عندوش مشكل ولكن في الاخر تيقول لك ما تحققوش النتائج لانه ما كانوش الظروف. يعني وبالنسبه للرؤساء تنظن رؤساء السي سعيد راه كلشي تيعرف كيفاش تسير كره القدم المغربيه في الاغلبيه ديال الفرق ما نقولوش كاملين. الناس راه تيخدموا مع التماصريه عندك صنفار تيجيب لك مدرب تيصيفط المدرب تيجيب مدرب اخر وغياديه تدور بحال هكا. يعني ما خاصش الناس يبقاو يعني ما خاصناش نديروا بزاف ديال البوليميك على هاد الاقالات ديال المدربين لحقاش ولاو شي حاجه اللي هي عاديه في البطوله الوطنيه. دونك ما عندناش من استراتيجي ما حد الفرق ما عندهاش اصلا. تنتكلموا دابا على الاستمراريه راه ماشي غير في الفريق الاول. وانت كتعرف هاد الشيء السي سعيد كما السيد اللي قبل شهر المانيا راه ماشي غير الفريق المنتخب الاول اللي فيه العمل. وهذا الشيء هذا علاش بغيت نتكلم خصوصا حتى على المنتخب الوطني. دابا المنتخب الوطني بون حتى واحد ما عاجبو الحال كلشي كيتسنى ولكن نهضرو في الواقع. واقعيا السي سعيد حنا راه ما عندناش منتخب ماشي اول عام هذا راه شحال هذا. هذه مدة حنا تنقلبوا حنا تنقلبوا تنبقاو غير تنطاطونيو يعني مع ايرفي غونا واحد الوقت لقينا واحد الاسلوب ديال اللعب لقينا شي حاجة اكزاكتومون. هذه هي النقطة السي سعيد. هذا الشيء علاش بغيت نقول لك يعني انه حتى النتائج اللي تنحققوا فهو ماشي نتائج اللي فيها الاستمرارية. النتائج تجي واحد الطفرة واحد المرة يعني واحد لا جينيراسيون تنطيحوا على واحد 16 ولا 17 لاعب مزيانة تنقدروا نديروا بها نتائج ولكن من بعد صافي تنمشيو عاوتاني 6 سنين 7 سنين 8 سنين وحنا تندورو تنبدلوا في المدربين واللاعبين. وهذا السبب راه باين. اولا هذوك اللاعبين اللي تيجيو من برا راه ما يمكنش لاعب انت غادي تجيبه واخا تكون في عمره 19 ولا 20 عام ولا 22 عام غتجيبه هو من واحد الميليو اللي كان فيه في اوروبا في واحد تيلعب واحد النوع ديال الكره وغتجيبه للمغرب باش يلعب في افريقيا. دونك هذه راه ما غاديش تسنى منه يعني انه يكون 100%. ثاني حاجه وهذه هي الاهم راه المنتخبات كاملين اللي تيديروا نتائج خصوصا اللي بقاو غير في افريقيا ما نهضروش على الناس الاخرين حيت كيتينا بزاف. المنتخبات اللي تيديروا النتائج ديالهم خاص الناس ما يبقاوش يشوفوا الفرق يعني المنتخب الاول. هذوك الناس راه عندهم منتخبات ديال الاي 15 والاي 17 والاي 19 اللي ديما تيكونوا حاضرين في المربع الذهبي ديال كؤوس افريقيا وتيمشيو لكوب دي موند وتيديروا دي ريزولتا. ومن تما منين كيطلعوا هذوك اللاعبين ماشي بالضروره ماشي كاملين متفقين ولكن الجزائر ما عندهم لا 15 ولا 17 ولا 19
سي لا ميم شوز، شي هادشي اللي قلنا دابا اكتيرمون على المنتخب المغربي راه لا ميم شوز اللي واقع الجزائر، لحقاش عندهم حاليا هاد لا جينيراسيون اللي مجي انا وصافي انا اللي غتحيد صافي غادي تمشي حتى هي وما بقاوش يسمعوا الجزائر. هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين 10 سنين حتى انهم عايشين في، لانهم هما كانوا غايبين هذيك اكثر من 20 عام اكزاكتومون. دابا طاحوا على واحد لا جينيراسيون هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين لاعبين مزيانين راهم غاديين في نتائج وتنتمناو تنتمناو على الاخر سي وليد يتبدل يلا وحاجه الاخر حاجه بصرا كاين الناس تنتمناو حظ موفق ان شاء الله ان شاء الله هذاك هو الامل ديالنا هو اليوم ان شاء الله يكون شي نتيجه. بارك الله فيك شكرا لك شو اللي تفاس عند سي طريق. سي طريق مساء الخير شات سي طريق. سي مصطفى من الدار البيضاء مساء سي مصطفى. هذه هي الضريبه ديال اخذ الكلام او اخذ يعني الانسان يحتفظ الكلام بزاف. على كل حال المناسبه باش ندير واحد القراءه في الواتساب. تحيه تقدير واحترام من ديار الكينيه هذا صديق ديال البرنامج سي كمال من كينيا تيتابعنا تقريبا يومين تيقول تحيه تقدير واحترام من ديار الكينيه. فيما يخص التوقيت اش غنقولوا حنا اللي كنتسناو الماتشات حتى ال 11 و 12 ديال الليل واكثر من بعض المرات بحكم ان التوقيت في كينيا زايد ساعتين على المملكه. ان شاء الله انتصار الفريق الوطني ديال القاعه اليوم. عندي اليقين ان وليدتنا غادي يحقوا الفوز ديما مغرب. السلام عليكم كمال من نيروبي. شكرا لك شكرا ديالك على العشق ديالك البرنامج والتتبع ديالنا. ايوا سهر معنا شويه اليوم كاين المغرب مع 8 مع 6 هي 8 عندكم ومباراه ديال الجمالك مع 9:30 هي 11:30 غتصير شي شويه. نور الدين من البيضاء راه التوقيت 9:30 توقيت تاع الاخ سعيد الاهلي خسرات مع طلع الجيش. اش قال لهم محمود الخطيب؟ قال لهم هاد الفلوس اللي كتاخذوا ما تستاهلوهم شيء. واش يقدر يديرها شي رئيس عندنا؟ ما نشوفوش بهذا الشكل هكايا يعني دازوا رؤساء اللي داروا شي حوايج اخرى. ما نشوفوش هذا الجانب. الى شي رئيس قال له فلوس ما استحقوا مشاي وقال يعني مقلب واحد الحظيه الغضب لان ما رضاش يخسر مع فريق اللي ما ماشي مرشح وما عنده لاعبين تيخبطوا الفلوس بزاف. ويمكن ذاك طلع ديال الجيش فريق ديال القوات المسلحه المصريه يمكن ما عندهمش الامكانيات اللي عنده وخسروا معاهم ما قبلها شاي. ان محمود الخطيب هذا اهلاوي الى درجه كبيره وكبيره جدا. اكبر الاسماء اللي عرفتهم الكره في مصر هو محمود الخطيب. لعب ضد المغرب حتى شبع. اللي حركوا حركته العاطفه ماشي انه تقصد بانه ما يستحقوش. وطبعا لما تيكون عندك رئيس في الحجم ديال الخطيب وما ادراك محمود الخطيب الا قال الكلمه ما يقدوش اللعابه يهضروا معاه. علاش ما يهضروش معاه؟ حيت هو دار داك الشيء اللي تيديروه هما داروه هو من يوم ثلث يعني غيلعبوا حتى يعياو وغيبقى محمود الخطيب. ياك دابا شكون احسن لاعب عندهم في التاريخ دابا اللي كاين؟ كاين دابا هو محمد صلاح تعرف ليفربول ومن اللاعبين الكبار. لما غتقول لي محمود الخطيب محمود الخطيب هو الاول ماشي من ناحيه اللعب من ناحيه كرمز للكره في مصر. محمود الخطيب راه بحال يعني بحال تنهضروا حنا على الحاج عربي مبارك. الخطيب بالنسبه لهم الخطيب هو ذاك النجم ديال النجوم تيقدروه. اذا لما غيقول واحد الكلمه حتى حد ما يرد عليه الكلام. وهنا فين تيكون عندك لما تيكون عندك شي مدرب تيكون عندك مدرب كان لاعب فريق وطني كان عميد الفريق كان عنده لقب بطل العالم ولا بطل شي حاجه لما تيهضر مع اللعابه تيحنيو الراس بحال زيدان بحال بيرلو بحال هاد اللعابه الكبار لما تيوليو مدربين داك السمعه ديالهم الاسم ديالهم تخلي داك اللعاب يعني يحني الراس. فما بالك الا كان رئيس ما يمكنش تقولوا لا ماشي وتهضر مع الخطيب. الخطيب هو رئيس الفرقه ولكن راه هذا الاهلي راه هو اللي عطاه الاسم. غير باش نرجع لهذه القضيه ديال انه قطع لهم الفلوس. ممكن حنا في الفريق في المغرب تنعرف فرق اللي لعبوا مباريات كبيره بلا ما نعطي الاسم ديال الفريق باش ما يكونش في واحد من التحيز مش تحيز غير باش من حيت تقدر تكون شي فريق دارها وانا ما عرفوش اي وغنوليو علاش ذكرت هذا الفريق وهذا الفريق. فريق لعب مقابله كبيره وكبيره جدا يستحق ينتصر وفي ذاك الوقت كان الرئيس ديال الفريق داير معاهم 5000 درهم الى ربحوا مباراه 5000 درهم و5000 درهم تنذكر معك بحال الا تنقول لك دابا 2 ديال المليون لان مباراه مصيريه. الفريق خسر
الرئيس قال لهم عطاو 5000 درهم ديالهم. علاش 5000؟ يعني اقصى ما يمكن يديروا هو هذاك، اقصى ما يمكن يديروا هو هذاك. لعبوا مباراه يستحقوا يربحوا، خسروا بهدف يعني يعني مفاجئ يعني خطا او شي حاجه، ولكن قال لهم عطاو فلوسهم. اذا حتى هذه راه مهمه هذه. واش كاين شي رئيس يديرها دابا؟ يديروا بحال هكايا، راه كاين شي فريق يعني هاد الطريقه اللي دار خلى الجمهور ما في ذاك الوقت ما كانش الجمهور عنده الضغط بحال اللي كاين دابا. اذا ماشي بنشوفوا غير حيد الفلوس، هذا راه واحد فقط خصها تعطيهم فلوس، عطاهم الفلوس ديال اللي كان خاصهم يعني الا ربحوا. قال لهم بالنسبه لي لعبتوا مقابله اللي تتشرفوا لعبتوا وما يمكنش ديروا اكثر من هذا الشيء هذا. الكره ما بغاتش شيء، ماشي قالوا لا انت ضيعتي وانت ضيعتي، الكره ما بغاتش. عندك لما تيكون عندك الرئيس تا هو لعب ولعب كره القدم تيكون عارف شنا هي انك تضيع، ولما تيكون عندك الرئيس ما تيعرفش تيدير تصرفات اللي على بالكم. تحية طيبة، نتمنى التوفيق للفريق الوطني، كذلك تتمنى التوفيق للفريق الوطني. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كومان يترك المؤتمر الصحفي قبل مباراة كاديج دون أن يستقبل أي سؤال من أحد، واضح أن التوتر في تصاعد في الفترة الأخيرة. أعتقد أن المدرب الهولندي أصبح في أيامه الأخيرة في البارسا. أكيد شوف كومان دار خطأ. يمكن كومان تيلعب على حيث أنه لاعب كبير في هولندا وفي برشلونة وأكبر المدافعين الهدافين في الفريق ولا في إسبانيا كاملة، عنده هذا التاريخ هذا. أصعب شيء هو أنه الناس اللي غتشتغل معهم، بمعنى أنه اللاعبين اللي غتشتغل معهم، هذوك اللاعبين تنوض أنت وتنتقدهم بدون شك أنه غادي كما تيقول لك غادي ينزلوا رجليهم، غيحطوا رجليهم. هادو لعابة تيتلاقوا بيناتهم، اللعابة تيتلاقوا بيناتهم أكثر من تيتلاقوا مع المدرب. لما تجي تقول لهم أنا ما عندي شيء، اللاعبين اللي غيديروا داك الشيء اللي كان تيدار في 2008، بمعنى انك قلتي من قيمتهم. لما تلعب واحد الفريق وتتسلم مقابله ويجي يعني المدرب ويدير تصريح ويقول بانه ما عنديش اللعابه وخصنا اللعابه وهاد اللعابه ماشي في نفس المستوى، ما عليك تدمر راسك. يعني عطيتيهم واحد السلاح باش غيضربوك به. حنا ماشي لعابه، حنا هذوك اللعب ديال ماشي لعابه، علما بانه راه اللعابه ممكن انهم يعني بذلوا مجهود ولكني صدرتي في حقهم حكم. ما معنيتها؟ معنيتها بانك حكمتي على راسك. سي سعيد معك حسين من البيضاء. شي كتاب ديال تضيع الوقت. لا شوف هادشي ديال تضيع الوقت، ما انا لما تندير شي ملاحظات ما تنبغيش ندير كانه راه كاينه ازمه. راه ماشي ازمه، راه بعض الممارسه ديال بعض اللاعبين، وانا يمكن مقربه تيتعزلوا معروفين بعض الحراس، اما الاغلبيه ديال اللاعبين الامور عاديه. وهذا الشيء ديال كاين فيه جوج ديال الحالات، هادشي ديال تضييع الوقت. جوج ديال الحالات اللي كاينين، الحاله الاولى ديال داك اللي تيكون رابح وتيبغي يضيع الوقت، والحاله الثانيه ديال داك اللاعب اللي تيحس براسو بانه الخصم تفوق عليه، اما لما كانوا تجري واما ينقزوا بجوج على الكره. فهاد الحاله هذه تيلو تيقبط في راسو ويطيح، هذه هي اللي صعيبه، حيت هو تيبغي يعطي اشارات الى الحكم صفر ما كاين حتى مشكل، هو عجبو الحال المدرب عجبو الحال لان جبنا ضربه خطا. الى الحكم ما صفرش غادي ندير اشاره للمدرب على انه راه الحكم ظلمني، ويمكن حتى المدرب ما غينوض شي ويقول للعاب ديالو لا انت مول الفلطه، لا المدرب خصو يمحيها في الحكم، بانه الحكم الاصل ديال الكره كان ضربه خطا، لان المدرب ماشي غتشجعي الهدف ويحمل المسؤوليه للعاب، غيحمل المسؤوليه للعاب الا ما صفرش الحكم. ولكن الا ما صفرش الحكم وبقى اللعاب طايح غيمحيها في الحكم. واللعاب ديالنا باقي طايح، وعاد غندخلوا حنا ديك الساعه للطبيب ويبقى يقلب عليه على هذا. هو القضيه اللي انا ماشي عندي القصد ديال انه الطبيب ديال اللي تيدخل ديال تضييع ديال الوقت، لا تضييع الوقت تنحصروا انا في الدخول ديال الطبيب بدوني يعني بدون كاسميه ما شو اسمي انا بحال شي واحد غادي في الزنقه وما لقى ما يدير، يقول ندخل نشوف الطبيب اليوم، ندخل عند الطبيب يدوز ليا ما عندي والو. هذا هو هذا الشيء اللي واقع دابا.
تضيع الوقت ديال الطبيب خير كاين الناس اللي مراضي يداووا ولا تدخل تقول له حسيت بالدوخه. سي سعيد عطيني سبب واحد اللي كيجعل اللاعب المغربي ما كيمتعناش وكيسقط في المقابلات اي الخلل كل سبل توفرة. الله يجزيكم بخير. لا ملعب الكرة كاين فرقة تبغي تربح وتيربح تيبغي يربح يعني حتى التحايل حتى التحايل حتى هو تيديروا وسيلة كاين الخطة ديال المدرب ودابا حنا دخلنا حتى في هذا الشيء هذا راه يعني راه كاين اللاعب اللي تينو يخرج يقول لا شي حنا داك من دخلت يعني الطبيب انا بغيت نهرس الايقاع ديال المقابله لان كانوا مسيطر علينا وبغيت نحيد الريتم ولا قول لك كيفاش يقرا هذا الشيء هذا. مشي للفيسبوك شنو رايك في وضعيه زياس ومزراوي مع واحد حنا الراي ديالنا حنا ما كرهنا شيء الفريق ديال الفريق الوطني المغربي يكون تيسودوا واحد الروح ديال التضامن والتآزر ما عندنا لا مشاكل ولكني انا ما كرهتش تحل الاشكال ولكن الا كان يعني المشكل اكبر من اللي غادي يتحل وإلا بقى بهذا الشكل هكا في مصلحه ديال الكره المغربيه انا غنفضل المصلحه ديال الكره المغربيه. الا كانت المصلحه تقتضي انه لقاو كي واحد النقطه ديال الالتقاء نطلبوا الله يتحل الاشكال في اسرع وقت ممكن. ناخذ اخر مكالمه مع السي عزيز من الدار البيضاء. السي عزيز مساء الخير. السي عزيز تحيه حاسه خويا سعيد الطوق الطاقم التقني ديال البرنامج. مرحبا. مرحبا خويا سعيد. مرحبا. نقول القضيه ديال تغيير المدرب او الفسخ العقد المدرب كنظن بان كتبقى المصلحه ديال كتبقى المسير هو اللي هو اللي كيعطي الفرصه للمدرب انه على حساب الكونتر اللي دار معاه مثلا على حساب النقاط ولا على حساب النتائج كغير. يعطيك باغ اكزومبل مثلا ديال المدرب ديال بنشيخه. بنشيخه ايه بعد الدفاع الحسني الجديدي كنظن بانه كان بغى يسخو العقده ديالو ولكن مكتوب تيبقى متشبت بهذا المدرب. مزيان والحمد لله فهو حقق نتائج ايجابيه. اعتقد الفريق بقى في القسم الوطني الاول والحمد لله الا شفنا هذا الموسم هذا فهو حقق نتائج ايجابيه. الانتصار ديال جوج مقابلات في الدوره الاولى والدوره الثانيه والحمد لله فهو عطى الثقه للاعبين والمكتب المنتدى دار فيه الثقه والحمد لله غادي في المستوى الحمد لله عادي. فكنظن بان اي رئيس ولا اي مكتب كانه كيعطي واحد العقده المدرب او لا كيدير مع كونترا على حساب العقده اللي درت المدرب هذا الساعي. ما كاينش شي عقده غتكون فيها جوج ديال المباريات مقابلات الساعي. كنظن بانه على حساب النقاط اللي اكتسبتي الموسم الماضي. كنظن بان المدرب الا كان غادي مثلا انه مثلا دار سبعة دورات وحقق واحد دور مثلا نديرو خمسة دورات في الساعي على الدورة الأولى خمسة دورة حقق أحسن من الدورات الماضية ديال العامين. كنظن بأن المدرب غادي في الطريق الصحيح. مايمكنش حنا غادي نشدو واحد المدرب وغادي خصنا يكون عند مرحلة بمرحلة. المدرب غاتبقاش غادي تلاقي المقابلة في الساعي ولا جوج مقابلات بحقيقة نتائج إيجابية. راه ضروري أنه خصك تصبر عليه واحد فانك ماتش ولا كذا واخا أن الجمهور ما تيرحمش كيقلب على النتائج ولكن ضروري حنا نصبروا على هذا المدرب هذا على واحد المده ديال سبعه الماتشات ولا ثلاثه الماتشات اللي ما كانش واحد التركيبه البشريه ديالو ما كيجيش كيمشي اخويا سعيد بقى وحده ماشي مرحله كما قلت اخويا سعيد ما كانش واحد جاب جاب. سي عزيز انا عندي غير واحد التساؤل دابا يعني فريق اولمبيك خريبكا على قدر الله يعني ماشي غنفايلوا عليه الا خسر جوج ديال المقابلات متابعين مدرب جديد يعاود تو يصيفطو بحالته. لا ميمكنش سعيد لحقاش هذا المدرب راه هو اللي عطى رصتو مع الفريق اولمبيك خريبكا. ما نساوش كركاش فهو اللي هو اولمبيك خريبكا هو اللي رد الفريق القسم الوطني الاول. لا حنا تنهضروا على 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 على, على واتزم. سريع واتزم على واتزم على الصحابي وكنظن بان الخير ديال الصحابي انه جا في واحد الوقت لان الكليكه ديال التركيبه البشريه سريع واتزم انه حقق الفريق في الدور الاخيره اللي شاف سعيد فهو ما يمكنش واخا هو تعطلت شي شويه ديال النتائج ولكن ابخي فينا انه عطى واحد المهم انك خلاك في القسم الوطني الاول. دونك انا كنظن بانه صاحبي جلس مع المكتب المنسيين ولا كنمشي لعابه هذا الشيء تبقى بينه وبين المكتب حنا ما غنعرفوش شي حاجه اللي قلتي كما قلتي ما نعرفوش شي حاجه بيناتهم كما قلتي حتى الاخر فاش كيخرج المدرب ولا كاس عاد كيخرج التصريحات الرئيس كيخرج التصريحات هذا تيلوم هذا وهذا تيلوم هذا ولكن شكون كيكون الضحيه؟ هي الفرقه هو الفريق هي الفريق هو الفريق هو الفريق السي سعيد. دونك صحابي راه كتعرفي صحابي ترى ربما راه عارف صحابي مزيان راه المدرب واعد مستوى ممكن التركيبه البشريه اللي كتعطيه باش كيخدم
يمكنش انه كنعرفوا سريع واظم على حسب الامكانيات اللي عنده ماشي ما كنطيحش من القيمه ديال سريع واظم سريع واظم الامكانيات اللي عنده ربما يلا تيمشي شي شويه طرف من طرف ما غيمكنش يجيب شي لعابه اللي كتطلب واحد الصالير كبير. شكرا لك سي عزيز. صحيح خاص بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الكره المغربيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله التحيزات هادو والحمد لله والمنتخب الوطني يرجع لك الصوم عليك ان شاء الله ان شاء الله سيدي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. التدخل هذا اللي كنشوفه مرحبا. لا لا ما كاين حتى مشكل. مرحبا مرحبا ما علينا الا نتمناو الان التوفيق للفريق الوطني المغربي مع ستي ان شاء الله عنده المقابله مع فنزويلا. نتمنى على انه غدا ان شاء الله نتحدثوا على المقابله هذه والتأهل ربع النهاية وغتكون اللي هي تكون شي حاجة اللي هي دخلات للتاريخ. يعني تأهل الدور الثاني في حد ذاته راه إنجاز كبير ولكني الطموح ديالي بقى دائما كبير. نحسب راسنا بأنه حنا من المرشحين ما نكونوا شيء ما نعتبر شيء بأنه صافي يعني كيف ما بغات تكون النتيجة. لا الإنسان يأمن بالحظوظ ديالو. يعني هذاك المدربين فأنا صراحة يعني إلا كان شي واحد من المدربين اللي التصريحات ديالو تتعجبني مزيان هو السي عبد الحق بن شيخه لسبب بسيط انه ماشي عنده الدبلوماسيه تيقول في الواقع لانه النهار اللي بغى يمشي من جديده ما قالش اودي بانه يمكن تكون بعض الظروف ماشي هي هذيك ولكني قال اودي بانه انا ما قدرتش جميع الامور اللي تنعرف درتها. يعني تحمل هو المسؤوليه زعما داك الشيء اللي تنعرف كله درته ما تمشاتش هي الامور ممكن يجي واحد اخر. راه هذا واعين الصواب حيت بعد نوبه الواحد ماشي الضعف ديالو حتى حاجه ما تتمشى درتي هذه الطريقه ما خدماتش هذه ما خدمات هذه ما خدمات شنو غدير من بعد صافي اش بقى ندير. ولكن تعرف الاخر اللي هو المكتب ديال الجديده تقوا فيه قالوا دير له هذا ما يمكنش هذا السيد الطريقه باش يخدم باش يشتغل يعني ما يمكنش العمل ديالو ما ينجحش نصبروا معاه. أنا خسبر معاه الآن بداية ديال الموافقة لعب جوج ديال المباريات انتصر جوج ديال المباريات هاد جوج ديال المباريات غادي ينفعوا حتى ذاك اللعابة لأنه الفريق راه تخلى على مجموعة من اللاعبين اللي هما واحد الوقت كان إلا قلتي بأنه ما غايبقاش معاهم قرناص غنقولوا الفرقة كلها مشات هما دابا مشاو بزاف ديال اللعابة لعابة جداد هما خدامين تكتسبوا التجربة مباراة بعد مباراة ممكن يكونوا من بين الفرق المزيانين غير خاص كما تيقول يبقاو رجليهم في الأرض. وتنعتقد بانه المؤشرات اللي كاينه راه باستثناء جوج ديال الفرق راه الفرق ديال البطوله الوطنيه السنه كلشي موجد كلشي مهيئ وما كاينش شي فريق اللي غادي يربح مقابله بسهوله. المقابله تيكون صعاب لانه الفريق بصفه عامه مهيئين بشكل كبير والبطوله ديالنا ولات بطوله يعني تغري 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 خص نحيدوا غير ذاك الامور اللي تنذكروا عليها يوميا ورا الامور تمشى مزيان. اذا مره اخرى تنأملوا ان الفريق الوطني المغربي اليوم يحقق الانتصار مع فنزويلا مقابله صعيبه ونتمنى انه نشاهدوا مقابله اخرى ديال المونديالوجيه مع الجيش الملكي ترجع لنا الذكريات الكبيره ديال المباريات ديال المونديالوجيه مع الجيش الملكي وغدا ان شاء الله غيكون عندنا نقاش على هذه المقابلتين وايضا على مباريات ديال نهايه الاسبوع. شكرا لكم الى اللقاء.